بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، مشاهدي قناه الزمالك في كل مكان، ويوم جديد وحلقه جديده من زملكاوي. ضيوفي النهارده ان شاء الله باذن الله حلقه تستمتعوا بيها باذن الله. الفقره الاولى نجم نادي الزمالك مصطفى نجم. مصطفى نجم من اللعيبه المميزين جدا جدا، هو فلسطيني الاصل طبعا، جزء عزيز علينا جميعا. ان شاء الله الفقرة الأولى تستمتعوا بيها، إن شاء الله عندنا مداخلات كثيرة جدا من غزة، من فلسطين، واحتفالات غزة وما أدراك ما غزة، يعني كلهم الحقيقة بيشجعوا الزمالك بشكل كبير، ودي حلقة إحنا أو فقرة بنهديها لكل أهالينا في فلسطين إن شاء الله، وبالأخص في مدينة غزة إن شاء الله. بإذن الله الحلقة تعجبكم وتنول إعجابكم الفقرة الأولى. الفقرة الثانية معايا فزاع السينما والتلفزيون المصري، الفنان الجميل الزملكاوي الجميل هشام اسماعيل، حديث عن زملكاويته، حديث ان شاء الله نادي الزمالك شكله بقى عامل ازاي دلوقتي، الدنيا عامله ايه، كل هذه الامور هتعرف عليها ان شاء الله مع فناننا الجميل الزملكاوي الجميل هشام اسماعيل. ان شاء الله حلقه تكون يعني بالنسبه لكم ان شاء الله حلقه مميزه وتعجبكم ان شاء الله. المولد انفض والزمالك بطل القصة، الزمالك أصبح بطل القصة. الدوري بقى في 100 عقبة، الدوري بقى في 100 عقبة، بقى في نادي الزمالك للسنة الثانية على التوالي. بالتأكيد ده خد مجهود كبير جدا جدا من ناس كثيرة جدا جدا، واحنا قلنا هنا في برنامج زملكاوي لازم نعدد النجاحات بتاعت نادي الزمالك، ولازم نشكر كل أطراف هذا النجاح، لأن النجاح ده مش وريد الصدفة. النجاح اللي حصل هذا الموسم كان أبعد مما نتخيل، خلينا نكون صرحاء واضحين. الموضوع ده يا جماعة كان بعيد جدا عننا، احنا كنا بنقول يا رب نخش المركز الثاني علشان نخش دوري الأبطال السنة الجاية. لا، ده انت خدت الدوري والكاس وهتبقى انت نمرة واحد في مصر وافريقيا ان شاء الله. مطلوب تكاتف كل المنظومة في سبيل اسعاد جماهير نادي الزمالك اللي وقفت مع الفريق بشكل كبير جدا. عندنا مكاسب كثيرة جدا 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 هذا الموسم. اولها طبعا انت حصلت على بطولتين هم الاغلى في مصر، وهم الافضل في مصر بالنسبه لجماهير نادي الزمالك، واي جمهور بيشجع نادي علشان ياخد الدوري والكاس. يعني خدنا الدوري والكاس يا جماعه في زمن قياسي، في وقت من هو الاصعب في تاريخ نادي الزمالك بامانه شديده، وهقول لحضراتكم بالدلائل دلوقتي والقرائن كنا فين وبقينا فين. احنا عندنا الحمد لله بفضل الله أحسن رئيس نادي في مصر، عندنا أحسن مدير فني، عندنا أحسن مشرف أو مدير كورة في مصر، عندنا أحسن لاعب، عندنا أحسن قائد فريق، عندنا أحسن حارس، عندنا هداف الدوري، عندنا حاجات كتير جدا. كل هذه دي مكاسب كثيرة جدا. ليه؟ لأن نادي الزمالك عاد من جديد، نادي الزمالك عاد من بعيد. فعلا نادي الزمالك عاد من جديد وعاد من بعيد، لأن الحقيقة المكاسب بتاعت الموسم ده مكاسب ولا أروع ولا أقوى ولا أجمل ولا أصعب. كنا بعيد جدا 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 عن أي بطولة ممكن تتخيلها حضرتك كمشجع زملكاوي، مش المشاهد العادي، لا ده الزملكاوي كمان. ولكن بفضل الله وفضل مجهود كل الناس اللي احنا ذكرناهم أو هنذكرهم دلوقتي، وهنذكر كل ال 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 أقول إيه كل المكاسب اللي خدناها من جراء هذا التكاتف اللي موجود داخل المنظومة، منظومة ميت عقبة، منظومة الملكي نادي الزمالك. هبدأ بأعتقد إن إحنا عندنا أفضل رئيس نادي مستشار مرتضى منصور. أفضل رئيس نادي جمع ما بين الثنائية الدوري والكاس، ودي جت مرة واحدة يمكن الموسم الماضي والموسم 88 89 على ما اتذكر، خدنا دوري وكاس برضو في الموسم ده اعتقد. انت بتاخدني ذاكره، انا متصور صوره كده مع الكاس والدوري بتيجي عند حضراتكم في نادي الزمالك. اذا هو مرتضى منصور
افضل رئيس نادي هذا الموسم بلا نزاع وبلا منازع وبدون نفاق ولا رياء، لان الارقام اللي موجوده حضرتك اللي احنا بنعرضها دلوقتي اكيد طبعا هو بطل هذا الموسم المستشار مرتضى منصور. تتويج بثنائيه الدوري والكاس في مصر حاجه ولا اروع. عندك التتويج بثلاث بطولات في كره اليد، ظروف ايه بقى؟ مش عايز اقول لكم ظروف من اصعب متى الراجل دخل مفيش فلوس، النادي في مشاكل، لعيبه بتمشي، لعيبه مدرب عايز يجري، لعيبه مش عايزه تجدد، لعيبه حاجات كتير، حاجات كتير قوي قوي قوي. كل ده اتحقق في عهد هذا الرجل قدام حضراتكم في الصوره، خد الدوري المصري والسوبر المصري وكاس كاس افريقيه في كره اليد. في كده في الدنيا؟ مفيش. عندك التتويج بثنائيه الدوري والكاس في الكره الطائره كمان، ده انت الكره الطائره دي كانت رايحه في الوباء، احنا كلنا يا جماعه فاكرين الكره الطائره. عفوا، تعاقد مع اتنين لعيبه افارق اجانب عملوا الفارق مع فريق كره الطائره، وخد اللي هو جوا رافائيل اعتقد، وتوسيفاني يا جماعه ولا موسيفاني؟ يوسيفاني، لا طلع توسيفاني ولا طلع موسيفاني، طلع يوسيفاني. كانوا اللعيبه جامده جدا، خد جابهم وتعاقد معاهم. طبعا بالتاكيد احمد مرتضى منصور له دور كبير جدا في هذا الموضوع وفي كره الصالات بالذات. تتويج بثنائيه دوري الكاس في الكره الطايره. عندك نادي الزمالك تحول الى افضل نادي اجتماعي في مصر بدون منازع. الحقيقه المنشات اللي اتعملت داخل نادي الزمالك لا حدث ولا حرج، حاجات كتير. انا في نادي الزمالك يا جماعه من 80 81، عمر طويل جدا جدا داخل نادي الزمالك، وشايف نادي الزمالك من موسم 80 اول ما دخلته كان عامل ازاي والنهارده عامل ازاي. لا فرق شاسع، فرق كبير جدا جدا اللي بيحصل داخل نادي الزمالك. تحول الى افضل نادي الحقيقه من حيث المنشات داخل نادي الزمالك. توقيع عقد فرع الزمالك الجديد في 6 اكتوبر واستاد نادي الزمالك المزمع اقامته ان شاء الله، دي حاجه تضاف الى انجازات نادي الزمالك وانجازات هذا الرجل، وفي نفس الوقت برضه دي اسعاد لجماهير نادي الزمالك. 1000000% جماهير الزمالك سعيده جدا جدا بهذه الاخبار وهذه الانجازات بالتاكيد، لانها هتعود على نادي الزمالك بالملايين، بل يعني هتفتح موارد كثيره جدا نادي الزمالك. فرع 6 اكتوبر في نادي الزمالك. هو صاحب قرار عودة فيريرا في هذا التوقيت، التوقيت الصعب اللي احنا كلنا كنا بنقول يا رب يا رب نطلع التاني في الدوري علشان نخش دوري الأبطال السنة الجاية. تعاقد مع هذا الرجل وحقق هذه الطفرة الفنية الكبيرة جدا جدا. صاحب قرار عودته هو المستشار مرتضى منصور. القرار بقى الأصعب والأغرب واللي هو قلقنا كتير جدا وقلق كل الزملكاويه، ولكنه كان في صالح التيم لانه رجل عنده فن اداره، بيعرف يدير ازاي. فن الاداره ده مش اي حد يدير، مش اي حد يدير يا جماعه. صاحب قرار تاريخي باستبعاد افضل العناصر في نادي الزمالك في ذلك الوقت، افضل العناصر الفنيه ومؤثره. بتتكلموا ايه؟ وفقت انت بتخسر مش بتكسب، انت عارف لو بتكسب هيقولك انا بكسب خلاص، لا ده انت بتخسر. لكن خد القرار التاريخي اللي اعاد التوازن واعاد العداله. التوقيت مهم جدا، مش اي حد ياخد القرار في التوقيت، فلابد ان احنا فعلا نقول ان هذا الرجل خد القرار ده التاريخي باستبعاد وعدم التجديد لبعض اللعيبه، يعني اللي هم زي ما قال عبد الحليم علي امبارح ما حدش ساوي من الزمالك. انت بتساوم نادي الزمالك؟ لا. وبتساوم الزمالك في وجود مرتضى منصور؟ لا. وبالتالي هذا القرار كان قرار تاريخي، انا بعتبره قرار تاريخي، لان كلنا استغربنا وكلنا قلقنا بصراحه، انا ما اكذبش عليكم، قلقنا يا جماعه في حد ايه 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 اللعيبه دي هوب. لا نفذ يا جدع، اللعيبه دي كلها بالسلامه خلاص. حضرتك انت ما انتش عايز ما تساومش الزمالك، الزمالك ده انت شرف ليك انك تلعب في الزمالك، مع تقدير واحترام لهؤلاء اللعيبه. فهو صاحب هذا القرار التاريخي، الحفاظ على القوام الرئيسي للفرق الجماعية المختلفة. خلي بالكم الحاجات دي كلها احنا بنقولها من خلال يعني تعاملنا داخل نادي الزمالك، احنا عايشين جوه الزمالك وعارفين ما يحدث داخل نادي الزمالك. التجديد للاعبين مع تدعيمهم بأفضل الصفقات،
في صفقات كثيره جدا داخل العاب الصالات يا جماعه. احمد مرتضى بذل مجهود غير طبيعي مضني، وطبعا مسار مرتضى كان في ظهره. الحقيقه اعادوا مره اخرى الالعاب الجماعيه الالعاب الصالات الى المنافسه، مش منافسه، للحصول على بطولات. تتكلم في 2 أو 3 بطوله الدوري، 2 طايره، تتكلم في حاجات لم تحدث من قبل الحقيقه. وطبعا الناحيه الماديه مفيش شك، ده استاذ مرتضى منصور استاذ في ان هو يجيب فلوس للنادي. احنا كلنا، انا بشتغل في نادي الزمالك بقالي سنتين وعارف كويس قوي، احنا قعدنا مثلا فتره طويله جدا بال4 5 شهور ما بنقبضش مرتبات. الراجل ده من ساعه ما جه والحمد لله بفضل الله المرتبات زي الساعه، بتاخد مرتبك من نادي الزمالك زي الساعه، والعاملين في نادي الزمالك يعلموا هذا الكلام. فبالتاكيد هو صاحب انجازات كبيره جدا ويستحق انه الافضل بالتاكيد. طبعا لما هتيجي تقول مثلا حضرتك استفتى مثلا احسن رئيس نادي، لا كل سنه طيب، حدث ولا حرج. كل هذه الانجازات اللي عرضناها لحضراتكم بالتاكيد مرتضى منصور هو افضل رئيس نادي هذا الموسم في مصر، وبالتاكيد كل التقدير وكل الشكر له، لانه قدم لنادي الزمالك العديد والعديد من الخدمات ومن الانجازات. يكفي مساندته لجماهير الزمالك كمان تضاف اليه في الذهاب الى الاستادات المختلفه عشان تشجع فرقتها، وده سبب رئيسي اخر في ان الزمالك واللعيبه تبدع وتنتج وتحافظ وتكسب 10 مباريات دايركت ورا بعض، ما تخسرش مباراه. بالتاكيد هو انجاز كبير جدا يضاف ليه المستشار مرتضى منصور. هنروح للجزء الثاني وهو مهم جدا، وهو المشرف العام. واعتقد ان امير مرتضى افضل مشرف عام وافضل مدير كوره في مصر هذا الموسم. انجازات برضو كثيره جدا، اعاد الهدوء الى اوضه اللبس، اعاد الاتزان الى فريق كره القدم، حاجات الحقيقه لابد ان احنا نذكرها. هو افضل مشرف بالتاكيد. اكيد كان في تسريبات يا جماعه بتطلع عن اخبار الفريق ولا الهوى، مفيش خبر بيطلع النهارده عن فريق كره القدم. كله شارك وساهم في منع او انهاء تسريبات اخبار الفريق الكره نادي الزمالك للاعلام كما كان يحدث من قبل. كان في حاجات كتيره جدا بتطلع، هذا الرجل منع كل الكلام ده، منع اي اخبار بتطلع بره اوضه اللبس. اجواء بقى المناسبه للمدير الفني، توفير الاجواء المناسبه للمدير الفني واللاعبين وابعادهم عن اي ازمات خارج الملعب، هو بيحل المشاكل دي. بيروح للمستشار مرتضى، والله كذا كذا بتحل، طق الولد خلاص اللعيب الكوره بيركز في الملعب. عشان كده كانت النتائج الحمد لله جاءت افضل من حاجات كتيره جدا. طبعا تعاقد مع البرتغالي المخضرم فيريرا بعد رحيل كارتيرون او هروب كارتيرون عن الفريق. طبعا وخلي بالكم ان هو مش متعاقد فقط مع فيريرا بس، لا ده هو تعاقد مع كارتيرون، مع جروس، وطبعا كلهم حققوا بطولات مع نادي الزمالك. فهو اذا حقق ايضا المطلوب، وهو التعاقد مع مدير فني ناجح، مدير فني يرجع لتاني ويرجع نادي الزمالك الى منصة التتويج مرة اخرى بعد ان غابت فترة ليست بالقصير. حضرتك مثلا حقوق نادي الزمالك اللي كانت رايحة مع حمدي النقاز، مع كهربا، دي فلوس داخلة للنادي، كل دي بفضل طبعا تكاتف المستشار مرتضى منصور مع امير مرتضى في انهاء كل هذه الامور. فامير له طبعا نصيب الاكبر او الكبير في انهاء رفع القيد عن نادي الزمالك. ما هو انت بتسدد الغرامات، ها، فانت بالتالي بترفع عنك القيد، ودي نقطه مهمه. احنا بقالنا فترتين يا جماعه ما جبناش لعيب، فكان صعب على الزمالك ان يخش الفتره الثالثه كمان وما يبقاش فيه قيد، هتبقى صعبه جدا علينا. ولكن هو نجح في انهاء كل هذه الامور. تعاقد مع ابراهيم نضاي وزكريا الوردي واحمد ايمن منصور في سريه تامه. انت ممكن تتعاقد مع سين من اللعيبه، انا مش بتكلم على كواليتي اللعيبه، كواليتي اللعيبه ان شاء الله هنشوفه في الملعب وان شاء الله باذن الله ينجحوا، بس انا بكلمك على السريه، بكلمك على تكتم ان مفيش خبر طلع. صحيح في ناس لك ايه؟ احنا تعاقدنا مع ايمن احمد منصور، ليه؟ لان هو جمد في بيراميدز،
فالناس ربطت التجميد بالتجديد مع انه لسه مجدد من 3 ايام لما اعلن مصطفى مرتضى هذا الخبر في زملكاوي هنا من 3 ايام. فاذا هو التكتم الشديد على الصفقات، ما حدش عارف ابراهيم النضاي، كناش نعرف زكريا الوردي، كل الكلام ده ما كناش نعرفه. انا شخصيا شغال في الزمالك ما كنتش اعرفه الا من اللجنه وامير مرتضى طبعا، اكيد مصطفى مرتضى، بس هو مصطفى مرتضى اعلن ان هو ما يعرفش كمان وزعلان من امير وحاجات كده، لكنه طبعا اكيد مليون في الميه مليون في الميه طبعا اكيد هو الراجل عارف كويس قوي بيعمل ايه. الموسم توج مع الزمالك بالدوري بالكاس يصل للبطوله السابعه له مع فريق كره القدم كمديرا للكره او كمشرفا عاما للفريق. كل هذه الانجازات تحسب لامير مرتضى منصور، فطبعا شكرا ايضا امير مرتضى منصور على كل المجهودات اللي الحقيقه قدمها لنادي الزمالك واسعد جماهير نادي الزمالك بشكل كبير جدا. هنروح ل مين بقى اللي تعاقد؟ تعاقدنا احنا قلنا تعاقدنا مع فيريرا، فيريرا حقق بطولتين الدوري والكاس، فهو افضل مدير فني في هذا الموسم بالتاكيد، ارقامه بتقول هذا الكلام. الحصول على لقب الدوري والمصري للموسم الثاني في تاريخه مع الزمالك، حقق البطولتين سنه 14 15 لو تفتكروا مع برضه مصطفى مرتضى منصور، كان فيريرا هو المدير الفني لهذا الفريق فريق نادي الزمالك. الحصول على كاس مصر الثاني في تاريخه مع الزمالك ايضا مرتين ورا بعض، مرتين يعني حصل على الدوري وبطريقة على الكاس. حقق سلسله من الانتصارات وصلت الى 10 مباريات في الدوري معادلا الرقم القياسي في تاريخ النادي اللي انا كنت شرفت بيه سنه 88 89، كنت احد اعضاء هذا الفريق الناجح مع الكابتن عصام بهيج رحمه الله عليه. 10 مباريات متتاليه بدون هزيمه ومكسب بس، وده طبعا حققه مستر فيريرا. تحقيق طبعا سلسله اللا هزيمه 18 مباراه في كل البطولات مستمره الى الان، يعني لغايه دلوقتي الزمالك 18 مباراه لم يهزم، يحسب برضه فنيا لهذا الرجل. الدفع والجرأة في ان هو يدفع ببعض الناشئين العشر ناشئين اللي منهم 5 اساسيين بيلعبوا دلوقتي في نادي الزمالك، فدي طبعا بالتأكيد جرأة كبيرة جدا لمستر فيريرا، وبالتأكيد طبعا فيريرا له فضل فني كبير جدا في انه نادي الزمالك يتوج بهذه البطولات هذا الموسم. مفيش فرقة بتمشي من غير قائد، القائد داخل الملعب ده مهم جدا. ما ينفعش فرقه تلعب من غير حد ما يوجه لعبته في الملعب، في قائد في الملعب، حتى هو بره الملعب بيوجه، حتى هو بره الملعب له تاثير كبير جدا. الاباتشي شيكابالا بالتاكيد هو افضل قائد هذا الموسم، قاد فريقه الى بطولتين مهمتين جدا جدا لجماهير نادي الزمالك، الدوري والكاس. هتقول لي ما كانش بيلعب كل الماتشات، معلش بس الراجل ساهم بالاساسات بتاعته بالاهداف بتاعته في تتويج نادي الزمالك بالدوري وتتويجه ايضا بالكاس، قام بدوره بامتياز خلال الموسم الحالي. كان همزه وصل جيده جدا بين اللاعبين وبين الجهاز الفني والاداره اللي هي امير مرتضى ثم مرتضى منصور. بالتاكيد شيكابالا له دور الحقيقه كبير جدا جدا جدا، ظهر دوره في العديد من المواقف واحتواء بعض اللعيبه. ها فاكرين في لعيبه كانت بتبقى طالعه بالتغييرات غضبانه، كان بيجي يحط ايده عليه ويخلص الموضوع قبل ما يطلع اللعيب خلاص، وحتى في اوضه اللبس كان بيعمل حاجات طبعا كتيره جدا جدا مع لعيبته، انضباط اللعيبه، اللعيبه يبقى فيها هدوء، يبقى فيه تصالح، يبقى فيه حاجات كتيره جدا. شيكابالا كان بيقوم بالدور ده طبعا مع حازم امام، مع عبد الشافي، مع اوباما، الناس اللي هم التقال دول. اللعيبه الشباب اللي طلعت دي يا جماعه، ما في لعيب، انا بعمل برنامج ملعب الناشئين في قناه الزمالك، ما في لعيب بيقول لي شيكابالا ما بياخدش بايدي، كل اللعيبه اللي انا صادفتها في برنامج ملعب الناشئين بتقول ان شيكابالا بيساعدنا بشكل كبير نفسيا ومعنويا وماديا وكل حاجه. الحقيقه شيكابالا له دور كبير جدا جدا جدا. طبعا البصمه الكبيره جدا اللي سابها مع الفرق الكبيره زي مثلا هدفه في الدور الثاني مع النادي الاهلي، صنع هدف وسجل هدف، طبعا تسجيل هدف في الشباك بيراميدز. الفرق دي هي اللي بتنافس الزمالك، الفرقه دي اللي بتنافس الزمالك، فاذا ما كنتش انت كقائد وليك بصمه في هذه الفرق اكيد بالتاكيد
شيكابالا حقق الحقيقة أرقاما قياسية هذا الموسم، جعلته أفضل قائد وأفضل لاعب من وجهة نظري داخل الملعب، ودوره مؤثر بشكل كبير جدا في كل المباريات، خاصة ماتشات النادي الأهلي وماتشات بيراميدز، لأنه الحقيقة كان مؤثرا بشكل كبير جدا طبعا مع زمايله، لكنه كان له النصيب الأكبر أنه هو كابتن التيم. هروح بقى لكريستيانو، كريستيانو رونالدو، ده أنا سميته كده كريستيانو رونالدو، أحمد سيد زيزو، دايما بقول له رونالدو يعني، دايما كده بيني وبينه كده كريستيانو، بنتكلم بعض في التليفون ازيك كريستيانو كده يعني. كريستيانو رونالدو حقق أرقاما قياسية هذا الموسم. أحمد سيد زيزو هداف الدوري، بل هو أفضل لاعب، هو أفضل لاعب في هذا الموسم بدون منازع، بدون منازع. بالتأكيد له تأثير كبير جدا فني داخل الملعب وداخل المستطيل الأخضر وداخل فريق نادي الزمالك، وطبعا منساش دور أمير مرتضى منصور في أنه هو تعاقد مع هذا اللاعب ومرتضى منصور، واعتقد طارق السيد لم تخن الذاكره، عشان برضه ابقى اكون ادي كل ذي حق حقه. اعتقد ده الراجل ده جايب كام النهارده؟ ده جاي نادي الزمالك ب 30,000 دولار. النهارده بكام بقى دلوقتي؟ ب 200,000 عفوا، النهارده بكام؟ ولا ملايين بقى. ده اللي هو الاستثمار اللي بيعمله نادي الزمالك في ظل قياده المستشار مرتضى نادي الزمالك. لعب 30 مباراه، له من الاهداف 19، هو هداف الدوري. صناعة الأهداف 14، أكتر لاعب صنع أهداف في الدوري المصري هذا الموسم، حتى مع إن هو عامل أهداف لكنه جاب أهداف عفوا، لأنه عمل أسيست 14 أسيست في الدوري المصري. ساهم 33، أكتر من ساهم في أهداف فريقه في موسم واحد أحمد سيد زيزو، بالتأكيد يستحق الثناء والتقدير، بل هو الأفضل في الدوري هذا الموسم أحمد سيد زيزو، بأهدافه، بأدائه، بروحه، بقتاله في الملعب، بإصراره على أن هو يحقق دائما أرقاما قياسية، سواء على صعيد التهديف أو على صعيد صناعة الأهداف. فطبعا بنقول شكرا أحمد سيد زيزو. هنروح لحارس المرمى، جاي من بعيد زي الدوري العام كده، من بعيد قوي قوي قوي، بعيد جاي من بعيد قوي، عواد ده جاي من بعيد قوي. كل التحيه لهذا الرجل محمد عواد، الحقيقه من اللعيبه اللي ساهمت بشكل كبير جدا في نادي الزمالك. انا جايب لكم نماذج، مش جايب التيم كله، لان التيم كله عمل كله يستحق الثناء والتقدير، بس انا بكلمك على الافضل، الافضل في هذا الموسم، الافضل اللي هو قدر ان هو يحقق ارقام ساهمت بحصول الزمالك على الدوري والكاس. مش معنى كده اللعيبه التانية لا، اللعيبه التانية ادت اللي عليها وعشرة على عشرة، وكلنا تعظيم سلام، وكلنا كلهم نقدرهم ونحييهم على مجهودهم الحقيقه، ولكن انا جايب الافضل. طبعا محمد عواد هو الافضل في حراسه المرمى هذا الموسم بلا منازع، جاي من بعيد جدا جدا جدا، مبارياته 30 مباراه، الحقيقه عدد المباريات على 19 عفوا مباراه، 10 مباريات شباك نظيفه. تخيلوا بقى حضراتكم هذا الحارس الصاعد الواعد، ما انا بقول صاعد واعد انه جاي من بعيد قوي، ما كانش بيلعب، فانا هعتبره النهارده هو الافضل هذا الموسم، بل هو الافضل فعلا هذا الموسم. محمد عواد لعب 19 مباراه منهم 10 كلين شيت، متخيل حضراتكم 10 مباريات كلين شيت. بالتأكيد طبعا المسؤولية كانت كبيرة جدا عليه، طبعا بعد أبو جبل ما خلع زي ما بيقولوا يعني، وما كانش فيه حارس خالص مرمى، تحمل المسؤولية هذا الولد وأبدع وتألق تألق غير طبيعي، 6 ضربات جزاء من 7، بتتكلم في حاجات إعجازية لهذا الحارس محمد عواد. شكرا محمد عواد الحقيقة على أدائه وعلى رجولته وعلى انتمائه وعلى حبه لهذا الكيان، وطبعا بالتأكيد كل من ساهم في هذا الإنجاز أكيد طبعا 100% يا جماعة له كل التقدير والاحترام من جماهير نادي الزمالك، اللي ليها برضو الشكر على مساندتها للفريق. هروح للوحش، محمود حمدي الوحش مش الونش، حقيقة من اللعيبة الرجالة قوي. أنا مرنته في طلائع الجيش،
ويمكن انا رشحته لنادي الزمالك في فتره توليه الجيش، وخدوه نادي الزمالك الحقيقه، وكان عنده حسن ظن جماهير وعنده حسن ظن طبعا كل مدربيه بلا استثناء، هو محمود حمدي الوحش، المحمود او محمود حمدي الونش. محمود حمدي الحقيقه لعب 25 مباراه، احرز هدفين، ولكنه ساهم بشكل كبير. لما تقول 10 مباريات كلين شيت، هذا الرجل ساهم في ان يبقى فيه 10 مباريات كلين شيت. محمود حمدي الحقيقه من اللعيبه الرجاله قوي 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 قوي، وما ننساش دوره في كاس الامم الافريقيه واولمبياد طوكيو. هذا الرجل لعب، وخلي بالكوا ده اكتر لاعب لعب هذا الموسم، ده الراجل ده مطبق الموسم اللي فات لغايه النهارده بيلعب. فطبعا بالتاكيد محمود حمدي الوحش من اللعيبه المميزين جدا جدا. هروح بقى للاعب اللي هو ايه، اقول ايه يعني، اللي هو الكاريزما، عنده كاريزما كده غريبه، شدنا معاه من اول يوم جه في نادي الزمالك، وانا كنت في استقباله ولما كنت ماسك الزمالك كان هو اول مره يجي. هو امام عاشور، من اللعيبه المميزين جدا، ومعروف عنه حبه الشديد للزمالك وانتمائه لهذا الكيان. وبالتالي الامام عاشور الحقيقه من اللعيبه المميزين جدا 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 في تاريخ نادي الزمالك. لعب 29 مباراه، عنده 5 اهداف وصنع 3 اهداف، بالتاكيد يستحق الثناء والتقدير امام عاشور، من اللعيبه المميزين جدا جدا في نادي الزمالك هذا الموسم، وهو الافضل الحقيقه في لاعب خط وسط في نادي الزمالك وفي مصر هذا الموسم. هروح لافضل مهاجم، وهو طبعا بالتاكيد الذي عاد مره اخرى ايضا من بعيد، سيف الدين الجزيري، من اللعيبه المميزين جدا، منتخب تونس، واحنا كنا بندافع عنه نقول لكم يا جماعه ده منتخب تونس، ده لعيب مميز، لعيب لعيب لعيب، كل الناس كانت بتقول يعني مش عارف ايه بتاع، ما بيلعبش في تونس زي ما بيلعبش في الزمالك زي ما بيلعب. لا، هو ادى اداء راقي جدا ورائع جدا في الفتره الاخيره، وكان سببا في من اسباب فوز الزمالك ببطولتي الدوري والكاس. لعب 26 مباراه حضراتكم، عدد الاهداف 9، يعني اهدافه عاليه، صناعه اهداف 8، هداف كاس العرب مع منتخب تونس، وتأهل مع نسور قرطاج لكأس العالم في قطر 2022. بالتأكيد مليون في المية مليون في المية مليون في المية الجيري يستحق الثناء والتقدير. آخر حاجة وليس آخرا، جماهير نادي الزمالك طبعا اللاعب رقم 1، أنا خليتها في الآخر كده عشان إيه أحييهم من هنا من قناة نادي الزمالك، وأنا لاعب سابق في نادي الزمالك و شرفت بارتداء تيشيرت نادي الزمالك، وانتوا شجعتونا كتير، والحقيقه كنت انتوا دائما وابدا الدافع الرئيسي ان احنا نسعدكم. احنا بنلعب عشان خاطر الناس دي، بنلعب عشان خاطر الجمهور نادي الزمالك ده، الشكل الحلو اللي موجود في مدرجات كل الاستادات الموسم ده يا جماعه كانوا سببا رئيسيا في ان نادي الزمالك الحقيقه يعود من بعيد مره اخرى الى منصات التتويج، منظر ولا اروع ولا اجمل من جماهيرنا اللي دائما وابدا اقول دايما لو في اوسكار لاحسن جمهور، جمهور الزمالك والله والله ياخد هذا الاوسكار. تحيه ليكو مننا بالنيابه عن كل لعيبه نادي الزمالك وبالنيابه عن كل زملكاوي، بحبكم وكلنا بنحبكم، وان شاء الله طول ما انتم موجودين معانا نادي الزمالك هيبقى بطل ان شاء الله، وهيبقى بطل القصه بدعمكم ومساندتكم، وان شاء الله باذن الله نادي الزمالك نمبر 1. هطلع لفاصل وهستقبل نجم النهارده، نجمنا في الفقره الاولى، نجم مصر ونادي الزمالك السابق مصطفى نجم. الدوري هيفضل زملكاوي. على الرغم من قصر الفترة التي قضاها داخل صفوف فريق الكرة بنادي الزمالك، إلا أنه ترك بصمة واضحة وقاد الفارس الأبيض للعديد من الانتصارات والبطولات، ليكون واحدا من أبرز لاعبي الكرة الفلسطينية في تاريخ الدوري المصري، هو هداف الزمالك السابق مصطفى نجم.
مصطفى نجم اسم على مسمى، فتوهج القناص الفلسطيني في قيادة خط هجوم القلعة البيضاء على مدار 3 مواسم متتالية في الفترة ما بين عامي 90 و93، وساهم في معانقة النادي الملكي للقب الدوري في مرتين فضلا عن لقب إفريقيا للأندية أبطال الدوري. مصطفى نجم من مواليد 24 من عام 1966، وطرق أبواب الدوري المصري بانضمامه لصفوف الاتحاد السكندري وهو ابن 20 عاما، قبل أن يخطف أنظار مسؤول القلعة البيضاء بتألقه بقميص زعيم الثغرة. 15 هدفا كانت شاهدة على تألق مصطفى نجم خلال مشواره مع القلعة البيضاء، يأتي في مقدمتهم هدفه الشهير بشباك الأهلي الذي حسم به الزمالك قمة الدور الأول للدوري الممتاز موسم 1992-1993، حيث حفر الهداف الفلسطيني اسمه بحروف من ذهب ضمن قائمة اللاعبين الأجانب المسجلين في الدرب القاهري. وسلك مصطفى نجم المجال التدريبي عقب اعتزاله، حيث تولى تدريب عدة أندية فلسطينية أبرزها الصداقة والهلال وأهلي غزة، بالإضافة إلى شغل منصب المدرب العام لمنتخب بلاده، فضلا عن العمل مدربا بقطاع الناشئين بنادي الزمالك على مدار 7 سنوات متتالية. جماهير الزمالك لم تشعر مطلقا بأن مصطفى نجم لاعبا أجنبيا أو غريبا على قلعة 100 عقبة، فاعتبرته واحدا من أبناء النادي الذين تربوا بين جدرانه، وأحد أنجب تلاميذ الخط الأمامي لمدرسة الفن والهندسة خلال فترة التسعينات، ليكون مصطفى هو النجم المدلل لدى أنصار النادي الملكي. أهلا بكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، ضيفي وضيفكم زي ما قلت لكم، قال طبعا المقدمة الجميلة جدا جدا، أهداف جامدة جدا الحقيقة، بالدماغ باليمين بالشمال كله شغال، اللهم صل اللهم صل على النبي. يعني الحقيقة نجمنا النهاردة نجم مصر نادي الزمالك كابتن مصطفى نجم. ازيك يا درش؟ الحمد لله. أنا عامل إيه؟ الحمد لله، سعيد إن أنا منورنا. موجود معاك في قناة الملايين، قناة منورنا. الزمالك، ومن خلالك طبعا أحب أبارك حبيب. لجمهور نادي الزمالك سواء في الوطن العربي كله او في مصر، وخاصه في فلسطين بطوله الدوري. ببارك طبعا للمنظومه كلها، سياده المستشار مرتضى، امير مجلس الاداره، لاعبين، جهاز فني، عاملين في النادي كلهم، قطاع الناشئين كله، لانه احنا شفنا الحمد لله اكتر من لاعب ناشئ في الدوري. ببارك للجميع والحمد لله، يعني كاس ودوري، وان شاء الله نحصل على الكاس السنه دي، كاس السوبر. وسعيد بوجودي معاك كابتن طارق. حبيبي يا كابتن مصطفى، بالتاكيد طبعا يا جماعه الكلام اللي انا قلته عن الافضل هذا الموسم بالارقام، ما بنجيبش حاجه من عندنا، احنا فريق الاعداد شغال من امبارح على ارقام، افضل رئيس، افضل مدير كوره، افضل لاعب، هداف الفريق طبعا، هو هداف هداف احسن حارس مرمى، هداف الدوري، احسن حارس مرمى، احسن قائد، الافضل بالارقام. مش احنا بنقول كده كلام عشوائي، الافضل بالارقام اللي احنا قلنا عليهم دول، لان هم دول ساهموا بشكل كبير جدا في ان نادي الزمالك يعود الى منصات التتويج، فهم الافضل. دي ارقام هي اللي بتقول، الارقام هي اللي بتقول ان مرتضى منصور افضل رئيس نادي، ان امير مرتضى افضل مشرف عام، ان احمد سيد زيزو افضل لاعب، ان عواد افضل حارس. ليه؟ لو قارنا الارقام دي بالناس اللي شغاله في نفس المناطق بتاعتهم يا كابتن مصطفى، كفتهم هترجح بشكل كبير جدا، بالارقام، بالبطولات، بالانجازات، بحاجات كتيره جدا جدا حصلت. هتقارن عواد باي حارس؟ لا، حدث ولا حرج. هتقارن مثلا امير مرتضى باي حد؟ حدث ولا حرج. هتقارن ان شاء الله مرتضى منصور باي حد؟ حدث ولا حرج. لا، احنا بنقول الكلام ده من خلال ارقام اشتغل عليها فريق الاعداد بتاعنا بشكل يومي لغايه لما جبنا لحضراتكم الخلاصه بتاعه الدوري العام هذا الموسم. منورنا يا كابتن مصطفى. ما ننساش يا كابتن طارق احسن جمهور، جمهور نادي الزمالك. قلت يعني ده احسن يعني جمهور. جمهور نادي الزمالك وافضل جمهور. طبعا رئاسة، يعني احسن رئيس نادي، مش من فراغ كونك انك انت تكون مش موجود في النادي وتيجي تمسك النادي في ظروف صعبة جدا، ومفيش فلوس في النادي،
وازاي تجيب امكانيات وموارد ماديه، وازاي تجيب فيريرا تتعاقد معاه تاني وتجيبه تاني في وقت ضيق كده، في وقت صعب كمان في نص الموسم، ولعيبه تسيبك وتمشي في نص المشوار، وعدم قيد من بدايه الموسم، وتاخد قرار بعدم التجديد لبعض اللعيبه الاخرى المهمين في التيم. يعني انت عملت حاجه اعجاز، مش يعني بصراحه يعني اللي حصل في نادي الزمالك السنه دي اعجاز الحمد لله. يعني بطوله غاليه جدا، من اغلى البطولات السنه دي، بطوله الدوري العام، اغلى بطوله في تاريخ نادي الزمالك بالاسباب اللي احنا قلناها، وطبعا البطوله اللي فاتت، وكونك انك انت كمان تطلع كميه لاعبين من الناشئين يكونوا هم دلوقتي يوفروا لك حاجات كتير بدلاء عن الناس المحترفين، اللعيبه المحترفه. انت عندك 5 لعيبه لعبوا بصفه اساسيه خلال الفتره اللي فاتت، وشفنا اخر مباراه 11 لاعب ناشئ لعبوا في المباراه. صحيح. وكانهم بيلعبوا وليهم خبرات طويله. صحيح. فده انجاز طبعا. اكيد طبعا. بص انا طبعا هكلمك على نادي الزمالك وعلى اسباب النجاح اللي انت قلته دلوقتي، لكن خليني اقول لك في البدايه، مصطفى نجم هو لاعب فلسطيني علم مع جماهير الزمالك سواء في مصر او في غزه. ليك مشجعين في غزه بقى؟ اكيد طبعا. الحمد لله. انا يمكن لعبت في وقت كان الانتفاضة الأولى، وكان اللعب صعب، يعني إن أنا طلعت من غزة، من حواري غزة ومن نادي أهل غزة، وجيت هنا مصر لعبت في الاتحاد، وبعد كده تألقت ورحت الزمالك. أنت والدتك مصرية؟ والدتي مصرية، وده اللي خلاني ألعب في مصر وقتها، لأنه كان يسمح القانون المصري، الاتحاد المصري، اللاعب اللي والدته مصريه يلعب. انما حسبت اجنبي يا مصطفى ولا مصري؟ يعامل معامله المصري. المصري. انما دلوقتي من خلالك طبعا، خلال برنامجك وقناه الزمالك، انا بشكر اتحاد الكره المصري وبشكر الحكومه المصريه ان هم اعطوا للاعب الفلسطيني ان هو يلعب في الدوري المصري كلاعب مصري، بغض النظر والدته مصريه ولا لا. قرار صدر من سنتين اعتقد او من 3، شفنا لعيبه محترفين، كميه لعيبه محترفين في الدوري المصري، منهم محمود وادي، محمد بلح، محمد مصعب البطاط، محمد صالح، استرن كومباني، في اكتر من لاعب عشان ما انساش، وفي طارق ابو غنيمه لسه جاي بتروجيت. فاعطى رونق واعطى قوه لمنتخب فلسطين. يعني اللعيبه دي بتلعب وسط الدوري من اقوى الدوريات العربيه، المنطقه العربيه، في المنطقه العربيه، وتلعب هنا. طبعا اكيد مستوى اللاعب هيزيد وهينضم لمنتخب بلده اللي هو منتخب فلسطين، ومعظم اللعيبه اللي قلتها لحضرتك كلهم بيلعبوا منتخب فلسطين واساسيين. فمن خلالك طبعا بشكر الاتحاد المصري والحكومه المصريه ان هم خدوا القرار ده. شعبية الزمالك احكي لي عنها في غزة، في فلسطين، يعني انت بتروح طبعا، بتروح بتسافر هناك غزة وبتيجي، احكي لي عن شعبية الزمالك في غزة عاملة ازاي؟ لا، شعبية الزمالك في غزة يا كابتن طارق، مش عايز اقول لك، من زمان الزمالك ده معلم في 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 جماهير، والله في جماهير. يمكن لو حضرتك جيت على غزة، ما اعرفش، جيت مع الفرقة كنا بنلعب مع المنتخب، ما ساعدنيش الحظ ان جينا مع، انت رحت لبنان بتهيألي سنتها، كانت تقريبا في ال 2000، في ال 2000، في الالفيه الاولى، اواخر التسعينات واوائل الالفيه، كان مستر، كان اوتوفيستر وحلمي طولان المدير الفني، بيلعبوا مع منتخب فلسطين يا كابتن طارق. جماهير الاستاد، استاد فلسطين ده كله بيشجعوا مين؟ الزمالك. ما بيشجعوش منتخب فلسطين. لا والله، والله العظيم يا كابتن طارق، يعني انت حضرت المباراه؟ انا كنت موجود، انا كنت منسق الرحله، كان الدكتور كمال درويش هو رئيس النادي، وكان كانت ايه المناسبه بتاعت نادي الزمالك انه راح فلسطين؟ المناسبه كان افتتاح ملعب فلسطين بعد تدميره من الاحتلال، عملوا ملعب فلسطين طبعا، السلطه الفلسطينيه، كان الرئيس ابو عمار رحمه الله عليه، وكان رئيس الاتحاد الفلسطيني ابو نضال عفيفي، الاخ احمد عفيفي، هو اللي كان منسق الرحله. وطبعا الرحله كان في حصار على
على الاخوه الفلسطينيين، فالزمالك كان راح علشان مسانده ودعم للدوله الفلسطينيه والشعب الفلسطيني. كان دعم من مصر، حكومه وشعب ونادي الزمالك بالذات، ان هو يجي غزه في الوقت ده كان انجاز طبعا. وكان مطار ياسر عرفات الدولي كان افتتحوه، وهم جم برضو في الافتتاحيه. وكان ابو عمار بعت طياره خاصه للفريق من مطار القاهره لمطار ابو عمار. تمام. طب احنا معانا مكالمه عزيزه علينا من غزه، كابتن مصطفى استاذ عبد السلام هنيه، وهو طبعا نائب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه الفلسطيني. استاذ عبد السلام، ازاي حضرتك واهلا بيك في قناه الزمالك قناه العرب. يعني اول شيء مساء الانوار لك كابتن مصر، كابتن طارق يحيى حبيب، كابتن نادي الزمالك وكابتننا الكبير، ربنا يخليك، كابتن مصطفى نجم سفير فلسطين في مصر وسفير فلسطين في نادي الزمالك. فمساء الانوار لكم ومساء الخيرات والسعاده ومساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه الزمالك. اهلا بك مصطفى نجم. كان لعيب كويس يا استاذ عبد السلام ولا كان اي على قده كده؟ كان بيتفرج عليا وانا صغير. لا قولي رايك فيه وهو لعيب، يعني كان بيعجبك؟ الكابتن مصطفى نجم النجوم، يعني من الناس اللي جميل فيهم فلسطين وبتعتز فيهم فلسطين كلاعب ومدرب وصاحب خلق، وثم تطورت النجوميه الى ان وصل الى الدوري المصري الشقيق وايضا اتحاد اسكندري، واليوم ايضا في نادي الزمالك كان لاعبا ونجما وصاحب اهداف يعني مشهوره، ثم اليوم مدرب، ويعني من القامات اللي بنعتز فيها الكابتن مصطفى نجم. يعني ده احنا كمان بنعتز بيه الحقيقه، من اللعيبه المميزين ومؤدبين جدا جدا ومحترمين الحقيقه على مستوى الشخصي كمان. مصطفى من الناس المحترمين جدا. استاذ عبد السلام، احكي لنا بقى يعني احساس حضرتك السنه دي بفوز نادي الزمالك بكل هذه البطولات، وشعور الشعب الفلسطيني في غزه، لان نعرف ان كلهم زملكاوي، معظم الغزه زملكاوي زمالك. كابتن مصطفى نجم من شويه. يعني بدايه كابتن، لابد ان نتوجه بالتهنئه والتبريكات لنادي الزمالك وقياده نادي الزمالك بقياده المستشار الكابتن مرتضى منصور، اللي ايضا كمان احنا تشرفنا بزيارته في نادي الزمالك يعني صحيح قبل التتويج بايام. صحيح. اعتقد انه كابتن طارق، يعني نادي الزمالك له شعبيه كبيره جدا في فلسطين عامه وفي غزه خاصه. ما يربط الزمالك في غزه وبالاسره الرياضيه الفلسطينيه يربطها الشيء الكبير جدا، ان كان من خلال تاريخ نادي الزمالك او من خلال نجوم فلسطينيين كانوا في نادي الزمالك على راسهم الكابتن مصطفى نجم، أو الزيارة التاريخية اللي كانت في عام 2000 لنادي الزمالك في غزة، والتي كانت لها يعني أثر كبير على الجماهير وزيادة جماهير نادي الزمالك. يعني بالتأكيد بطولة الدوري هو شيء يعني تفتخر به الأسرة الرياضية وتفتخر به الأسرة الزملكاوية. يمكن أنتم شاهدتوا وتابعتوا أفراح طبعًا أفراح الرياضيين الزملكاويين يعني في المقاهي والكافيهات، وتشكيل أكثر من رابطة ايضا لنادي الزمالك في قطاع غزه، ان كانت رابطه مشجعي نادي الزمالك بقياده الحاج ماري حميد، او مركز الزمالك بقياده الدكتور احمد الافضل، او هناك روابط متعدده. ولذلك اليوم الزمالك له الشعبيه الكبيره والحب الكبير في فلسطين عامه وفي غزه خاصه. ناس فرحانين بفوزه بالدوري والكاس يا استاذ عبد السلام. اكيد والله، بالتاكيد. يعني انت بتعرف الفرحه لا توصف والسعاده لا توصف، ويمكن المشاهد اللي يمكن وصلتكم هي كانت هنزاحة تباعا النهاردة. احكي لي بقى عن استقبال المستشار مرتضى منصور لحضرتك، وطبعا كان معاك معالي الوزير جبريل الرجوب طبعا اكيد في هذه الزيارة. يعني اصداء هذه الزيارة في غزة وشعور حضرتك انت الشخصي. يعني الكابتن مرتضى، يعني سعادة المستشار ساعدنا احنا بزيارته وتشرفنا في زيارته. كان يعني قبلي يمكن بايام يعني الفريق جبريل الرجوب رئيس اللجنه الاولمبيه والاتحاد الفلسطيني لكره القدم، ثم بعد ذلك تشرفت انا والكابتن الكبير مصطفى نجم بزياره سياده المستشار. نتقدم له يعني بالشكر والتقدير على رسالته اللي اطلقها، يعني انه حيزور غزه نادي الزمالك وحيزور فلسطين، وهذا مش غريب على نادي الزمالك وعلى سياده المستشار. وايضا كان تشرفنا بايضا كمان احتفاء بالكاس، وايضا
احتفاء كمان بالدوري قبل ان تنتهي يعني الجولات يعني الاخيره، لانه احنا والكابتن مصطفى والكابتن وسعاده المستشار احضرنا مباراه الاهلي اللي تم التعادل فيها يعني. وبعدين كانت الاجواء الجميله في داخل نادي الزمالك، ولعبنا تنس مع بعضينا وتحدث ايضا. مين كسب بقى؟ مين كسب انت ولا المستشار؟ وخلي هذا، لا هذا الكابتن مصطفى اللي يقول لا مستشار طبعا اللي كسب. يبقى المستشار اكيد كسب. لا 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 فهي يمكن يعني سعاده المستشار من الشخصيات المحبوبه المقدره في مواقفه الدائمه الرياضيه والوطنيه مع فلسطين. ولذلك احنا كابتن طارق مره اخرى بنهني أسرة نادي الزمالك، نهني الإدارة بقيادة المستشار، نهني الجماهير، نهني اللاعبين. يعني أعتقد أن نادي الزمالك لعب موسما نهائيا ليكون يعني الكأس والدوري في خزائن يعني نادي الزمالك، وهذا ليس غريب على نادي الزمالك كنادي كبير، نادي من الأندية التي تفتخر بها ليس فقط فلسطين بل الوطن العربي وأعتقد أيضا العالم، لأن نادي الزمالك تاريخ بنجومه وكبار ولاعبيه وقواعد الجماهيرية الكبيرة المتألقة. ولذلك يعني احنا كابتن طارق احنا مرة اخرى يعني بنوجه التهنئة والتبريكات، واحنا بنأكد على انه ننتظر اليوم الجميل اللي ان شاء الله يتكرر زيارة نادي الزمالك الى فلسطين والى القدس والى غزة هاشم، وستشاهدون يعني الحفاوة والاستقبال وستشاهدون. احنا واثقين من كده طبعا، بس طالما المستشار قال لك انه هيجي يبقى اكيد ان شاء الله نادي الزمالك هيشرفكم قريب باذن الله، الوقت طبعا يسمح اكيد نادي الزمالك هيكون في ضيافه كل الاحباء في غزه وفلسطين، جزء عزيز علينا جميعا طبعا على المنطقه العربيه. اخيرا استاذ عبد السلام، شفت نادي الزمالك ومنشاته اللي حضرتك من خلال زيارتك نادي الزمالك شفته ازاي؟ هل عندك كان عندك خلفيه بما يحدث داخل نادي الزمالك ولا فوجئت بيه والله موجود؟ كابتن انا والله كابتن يمكن زرت نادي الزمالك اكثر من 10 مرات تقريبا. لا المره هذه اعتقد انه المره غير، شيء جميل جدا، منشآت جميله جدا، شيء لا يعني بيرتفع وبنفتخر به كمنشآت للنادي. لا هناك في تغيير جذري وواضح يعني في نادي الزمالك ومنشآت نادي الزمالك، ويعني شيء جميل جدا. لا شعرنا انه احنا هناك في شيء جديد مع الكابتن سعاده المستشار مرتضى. حتى احنا كمان يمكن خلال الكابتن من خلال اللقاء يعني احضرنا كمان هيك لقاء مع الاعضاء مع سياده المستشار يعني، والمتابعات والاوراق وحشد الكبير من الاعضاء. لا يعني شيء جميل، كل شيء كان في نادي الزمالك هو شيء جميل بمنشآت. احنا قدامنا يا فندم الزياره على الهواء، ايه الزياره بنجيب المشاهد دي عبد السلام الاستاذ جبريل الرجوب وزير نعم الرياضه قدامنا على الشاشه يا فندم. نعم تفضل. نعم كان زياره يعني الفريق جبريل الرجوب لنادي الزمالك، وايضا كمان لقاء مع الكابتن مرتضى وتكريم ايضا الكابتن مرتضى، وايضا تاكيد على انه فلسطين رياضيا كلها جاهزه لاستقبال نادي الزمالك اما في القدس واما ايضا يعني في غزه هاشم. ولذلك لا انا كابتن طارق اولا لابد ان نفتخر ونعتز بنادي الزمالك ومنشات نادي الزمالك، والشيء الجميل جدا اللي احنا شاهدناه في حاله تطور يعني كبير ما بين تقريبا يعني بين بس فقط 3 اعوام. لا في شيء يعني متغير جدا من حيث المنشآت، الملاعب، المرافق، حتى الحدائق باسماء اللاعبين والنجوم كابتن اسماعيل يوسف، ملعب الكابتن ابو رجيله. لا يعني في اشياء كمان نوع من الوفاء والتكريم لقامات وقاده وكبار نادي الزمالك يعني ايه بتاريخهم. فهذا الشيء لا احنا بنعتز فيه وبنفتخر به. احنا بنقول للزملكاويه الف مبروك، بنقول للزملكاويه ان شاء الله تبقى دائما الافراح، بنقول للزملكاويه هو المكان الطبيعي والحقيقي لمنصات التسويق لنادي الزمالك ان كان على بطولات الدوري او بطولات الكاس. وايضا احنا بنحيي كل الاسر الرياضيه في مصر، وبنحيي كل الجماهير الرياضيه في مصر، وبنحيي كل يعني القامات الرياضيه الكبيره ايضا في مصر. واحنا كمان مره اخرى يعني احنا بنهنيكم وبنهني انفسنا وبنهني كل اسرتنا الرياضيه يعني يعني في في, في نادي الزمالك. بنتمنى ان شاء الله التوفيق، وكمان يعني نترحم
على روح ايضا الرياضي الكبير كابتن حماده امام الله يرحمه، ايضا يعني ساعد بالكره المصريه الله يرحمه بنفتخر به. فكمان يعني احنا بنهني الجميع مره اخرى وبنتمنى لكم التوفيق. ويمكن كابتن طارق بدي اقول لك شغله، الاطفال عندنا في غزه بيعرفوا تاريخ نادي الزمالك واسماء لاعبين وتواريخ البطولات وتواريخ الاهداف. يمكن اقول لك بديش اكون مبالغ، نسبه وتناسب احنا 2,200,000 نسمه صحيح في غزه، ولكن لا انا بقول لك يعني النسبه تفوق جدا بما لا تتوقع. لو نزلت على الشارع سالت يعني عن اهداف الزمالك او عن اهداف اللاعبين او عن اهداف الاهلي او عن اهداف اللاعبين، هتلاقي في شعور غير طبيعي جدا من الارتباط الرياضي الفلسطيني او الغزاوي يعني في مصر. فبالتاكيد كابتن احنا يعني بنعتز وبنفتخر بنادي الزمالك، وبنعتز وبنفتخر بمصر الدولة العظيمة، وبنعتز وبنفتخر الشعب المصري الأصيل، لأنه يعني إحنا امتداد لبعضينا، لأنه ما جمعتنا الرياضة وجمعنا أيضا كمان دماء الشهداء اللي إحنا بنترحم على كل شهدائنا وشهداء مصر العظيمة، إن كان في يعني معارك التحرير اللي كانت في فلسطين منذ 48 أو كل يعني من عشق فلسطين بنوجه له التحية وبنوجه له يعني التقدير. وإن شاء الله يعني إن شاء الله بيكون زيارة نادي الزمالك وهي الكابتن مصطفى سفير فلسطين في نادي الزمالك المنسق الأول للرحلة الأولى، وإحنا على الهواء بنقول لكابتن مصطفى أنت فصل وإحنا بنلبس كابتن إن شاء الله استقبال نادي الزمالك من باب نادي الزمالك إلى باب فلسطين والعودة والذهاب، ونحن جاهزون لكل ما نجاح يعني هذه البعثة ونزاح يعني هذه يعني الزيارة بإذن تعالى إن شاء الله يا فندم. كمان الإخوان الآن في غزة برفقوا كمان لوفد إن شاء الله حيخرج لتقديم التهاني والتبركات لنادي الزمالك إن شاء الله. يشرفوا يا فندم في أي وقت، ونادي الزمالك مفتوح لحضراتكم وليكم جميعا كأشقاء أعزاء علينا جميعا، وإن شاء الله بإذن الله ربنا يوفقكم دايما في جهادكم ونضالكم من أجل تحرير فلسطين الحرة إن شاء الله، وتعود القدس مرة أخرى عاصمة لفلسطين. بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ عبد السلام هنية نائب رئيس مجلس الشعب الرياضة بفلسطين العزيزة والغالية علينا. هنطلع لاحتفالات بقى، طالما هو اتكلم على احتفالات الفلسطينيين والغزاويين بمعنى صح في بنادي الزمالك بحصوله على الدوري والكاس، نطلع عليه نشاهد هذه الاحتفالات ونرجع نكمل حديثنا مع نجمنا الكبير كابتن مصطفى نجم. من مملكة مشجعي نادي الزمالك في فلسطين قطاع غزة، نهنئ ونبارك نادي الزمالك بالحصول على أصعب دوري، والزمالك فعل المستحيل في هذا الدوري. مليون مبروك للمستشار مرتضى منصور الداعم والمساند للقضية الفلسطينية، مليون مبروك لمصر العروبة قائدا وجيشا وحكومة وشعبا، واحنا هم بنقول اذا سماء القاهرة بيضت فسماء غزة وسماء فلسطين بيضت باعلام الزمالك والخطين حمر. مملكة الزمالك في فلسطين، التجمع هذا كان بمثابة حب وتقدير لنادي الزمالك ولجمهور نادي الزمالك ولسيادة المستشار مرتضى منصور صانع الابتسامة في نادي الزمالك. ألف مبروك لأمير مرتضى منصور اللي قدر بالفعل هو وسيادة المستشار أنهم يعملون فرقة تقدر أنها تحرز بطولة الدوري العام. برئاسة المستشار مرتضى منصور والقائمين على نادي الزمالك أبوا إلى أن يدخلوا هذه الفرحة في غزة، غزة التي تنادي بحب الزمالك، غزة التي تعشق الزمالك. كل زملكاوي في غزة ينتظر بكل لهف
إلى زيارة نادي الزمالك إلى غزة، ويكرر زيارته بعد زيارة 98 إلى غزة، ليفرح كل إنسان موجود في غزة بزيارة هذا النادي العظيم. ألف مليون مبروك سيادة المستشار مرتضى منصور ومجلس الإدارة بأكمله، وخصوصا الكابتن أمير وأحمد. ألف مليون مبروك جماهير الزمالك في كل مكان. الدوري 2022 للمرة الثانية على التوالي. شكرا مرتضى منصور، شكرا مرتضى منصور الأب الروحي لنادي الزمالك، شكرا لإدخال الفرحة والبهجة والسرور على جماهير الزمالك في كل مكان. الحقيقة مشاعر جميلة جدا، واحتفالات يا مصطفى يعني منقطعة النظير، الحقيقة حاجة محترمة جدا، والناس تحب الزمالك فعلا في غزة ما شاء الله. ايه ده؟ لا ممكن يعني ما ياكلوش ولا يشربوا يشجعوا الزمالك ويروحوا يعني في اوقات بتبقى الكهرباء قطع او النور قطع. عندنا مشكله في النور هناك شويه عشان بناخد الكهرباء والمولدات من الجانب الاخر. فالناس بتجري ورا بعض هيشوفوا هيتفرجوا فين، بيروحوا على هاوي اللي فيها مولدات فبيتجمعوا هناك بيعملوا احتفالات وبيعملوا حاجة. عندنا كان في رابطة بس للأسف اتضربت في الحرب اللي هي قبل الأخيرة، اتضربت في الحرب، فكان في رابطة وكنت أنا موجود في غزة وقتها وكنت بتفرج على ماتشات الزمالك جوه في الرابطة، وتكون في أعداد مهولة في الرابطة، وكان أوقات أستاذ ماهر حميدة رئيس الرابطة يعني اوقات يعمل مشاريب مثلا مجاني بس للجماهير العاشقه لنادي الزمالك. جماهير والدوري اشتغل هناك يا مصطفى؟ دوري اشتغل عندنا، دوري عندنا دوري في فلسطين يعني في دوري محترفين في الضفه الغربيه بالذات. طبعا عندنا اتحاد الكوره رئيسه جبريل رجوب عامل طفره كبيره جدا في الدوري عندنا في فلسطين. في عندنا دوري محترفين في الضفة الغربية ولعيبة على مستوى عالي ومدربين على مستوى عالي. أنا كمان لعيب في السعودية بيلعب في نادي هجر معايا كان اسمه في أهلي جدة في هجر في هجر في هجر عبد اللطيف البهداري. البهداري ده كان كابتن منتخب البهداري الأسمر وكان لعيب كويس قوي مساء قوي هو بيلعب في الضفة كان في آخر الوقت مش عارف اعتزل ولا بس بيلعب لغايه دلوقت ومن اللعيبه اللي هي عملت اسم كبير جدا مع منتخب فلسطين وفي المحترفين خارج غزه. وعندنا طبعا الدوري بيبدا بانتظام يعني بيبدا ليه اجنده تبع الاتحاد الاسيوي وبيخلص في التوقيت المناسب. عندنا ناس بتدير الاتحاد على اعلى مستوى وعندنا دوري في غزه ايضا. كم نادي يا كابتن في الدوري؟ 12 وفي غزه 12 الدوري الممتاز. مجموعتين هو المجموعه الضفه الغربيه وعندنا دوري في غزه من 12 فريق. طبعا يعني الاول والاول بيلعبوا بيعملوا مقص في الاخر. صعب يا كابتن طارق انك انت تتنقل من الضفه لغزه والعكس لانه بين الضفه وغزه دوله الاحتلال اسرائيل. فعشان انا اتنقل واعمل تصاريح سفر للعيبه ومدربين مشكله كبيره واوقات الاسرائيليين ما بيدوش موافقات لكل الفرق. يعني مثلا شباب رفح بطل الدوري هيروح يقابل شباب الخليل من الضفه زي برضو ليبيا. عيني ليبيا كان فيها برضو دوري يعني مجموعه في بني غازي ومجموعه في طرابلس وفي الاخر بيلعبوا بعض زي كده بيعملوا مقص اول وتاني واول وتاني. ايوه فبيقدموا على تصاريح مثلا البعثه 20 لاعب مثلا اداريين ممكن خمسه سته من اللعيبه المؤثرين يعترضوا عليهم الاسرائيليين وما يدوا لهمش تصاريح. فطبعا صعوبه فاحنا بنعمل دوري في غزه ودوري في الضفه. طبعا الاستاذ عبد السلام هنيه لازم ادي له دوره طبعا هو راعي الدوري في غزه يعني هو بيعرف يدير مع الاخوه اتحاد الكوره طبعا الاخ ابو مراد الاخ اسماعيل مطر الاخ عصام قشطه الناس اللي هي مسؤوله في غزه بالاضافه طبعا عندنا المدير التنفيذي للاتحاد الاخ سامي ابو الحسين طبعا يعني عاملين شغل كبير جدا وانك انت في امن كمان. انا عايز اقول الجماهير بتحضر الدوري اللي في غزه جماهير كبيره جدا فانك انت ازاي تامن الجمهور وتامن اللعيبه دي حاجه تشكر برضو للامن في غزه. استاذ عبد السلام امنك الامانه ان انت منسق العام بعد ما اعلن المستشار مرتضى منصور زياره ان الزمالك ان شاء الله هيقوم بزياره غزه. انا هتواصل مع سياده المستشار ان شاء الله. في تواصل منك انت بقى ان شاء الله هتواصل باستمرار مع سياده المستشار ونشوف الوقت المناسب
عندنا في ايه؟ هي زيارتين، هي يعني القدس اللي هي القدس، انا يا ريت يعني زياره الزمالك تبقى الاول في القدس او في الضفه الغربيه، وبعدين زياره في غزه او العكس يعني اللي اسهل. لكن طبعا طبعا قرار برضو سياده المستشار ووزاره الشباب والرياضه هنا ان هم الموافقات طبعا على اساس الماتشات. وانا بتمنى يعني تتكرر الزياره، وبتمنى تتكرر الزياره في الوقت ده يعني بعد حصولنا على الدوري، فرحة الدوري. هتلاقي حاجة مش ممكن، حاجة يعني هتتعمل حاجات في فلسطين وغزة مش ممكن. احنا عندنا فنادق وعندنا ملاعب ومنشآت رياضية طبعا، سواء في الضفة الغربية او في غزة عندنا منشآت رياضية وعندنا فنادق خمس نجوم وعندنا كل الامكانيات متوفرة ومتاحة لاستضافة نادي الزمالك، نادي الوطنية، نادي أحسن نادي في الشرق الأوسط. طبعا مش هتتخيل يا كابتن طارق، مش عايز أقول لك يعني لو جه نادي الزمالك زيارة تانية غزة أو الضفة الغربية يعني هيبقى حدث تاريخي بمعنى الكلمة. صحيح. لا إن شاء الله بالذات تكرر الزيارة طالما المستشار مرتضى وعد، أكيد إن شاء الله يوفوا بعده بإذن الله. ومن خلال ذكرك بقى على الدوري المصري، وشفت نادي الزمالك الفتره اللي فاتت مصطفى فنيا بقى، بنتكلم فنيا فرقه ما شاء الله يعني بيغيب لعيب، بيغيب سين، يغيب صاد، بتلاقي لعيبه تانية بتسد، الامور ماشيه بشكل جيد جدا داخل نادي الزمالك، وادت الى الحصول على الدوري هذا الموسم وكاس مصر الموسم الماضي. اولا مجلس الاداره مد صلاحيات للجهاز الفني يدير الناحية الفنية زي ما هو عايز. تمام. طبعا مستر أمير مرتضى هو حلقة الوصل، وهو المسؤول عن ملف الفريق الأول والكرة، هو كان وفر كل الإمكانيات اللازمة أيضا للعيبة سواء من ماديات أو موارد أو حجز فنادق أو ملاعب، وفر كل سبل الراحة للعيبة. نيجي لدور الجهاز الفني. الجزء الأكبر الجهاز الفني مستر فيريرا والجهاز المعاون كان ليه دور كبير جدا، وأي جهاز فني كان هيجي في الوقت ده مكان فيريرا ما كانش هيقدم نجاح نص اللي قدمه فيريرا، لأنه أنا شايف أنه حط إيده على، لأنه هو كان موجود قبل كده وعارف النظام الداخلي جوه النادي وعارف اللعيبة وعارف الناس اللي هتساعده. هو خلق نوع من المنافسة داخل الملعب وعمل انضباط داخل الملعب وخارج الملعب، وادى صلاحية لشيكابالا كابتن الفريق، وادى له دور كبير. وانا اول مرة اشوف دور شيكابالا، يمكن انت قلت عليه حضرتك في البداية، افضل قائد، قائد بمعنى الكلمة، خارج وداخل الملعب، داخل الملعب وخارج الملعب. وهو شيكابالا ممكن هو عايز يعمل انجاز تاريخي ليه السنه دي، وفعلا عمل. ممكن ما كانش فيه اوقات بينزل الملعب، لكن دوره كبير جدا خارج الملعب. انا في اكتر من ماتش شيكابالا في البدايه كان بينزل خمس دقائق في اخر الماتش، وينزل شيكابالا ينزل خمس دقائق ومش زعلان، نازل على اساس ان هو هيلعب ماتش كامل. ودي حاجه يعني حاجه مش متعودين عليها قبل كده. دي ادت للناس اللي حواليه والناس اللي بتقعد على الدكه دافع ان هو يكون جاهز في اي وقت. الاعتماد على الناشئين يا كابتن طارق، اعتمد على ناشئين وادوا نوع من المنافسه مع الفريق، مع اللعيبه الكبار اللي هي موجوده في الفريق. لما يلاقي لاعب صغير جاي ياخد مكاني انا لازم اشد طب نفسي. طب بمناسبه ذكر الناشئين، طبعا احنا قبل الناشئين بيلعبوا ما كناش متوقعين نجاحهم كده كلنا يعني، كنا متوقعين ان هم هيأدوا، بس مش بيسدوا فراغ لعيبه كبار رحلوا. التوقيت بالظبط، التوقيت هكلمك فيه، لكن انت ما قلقتش لما المستشار مرتضى منصور اعلن ان عدم التجديد لطارق حامد وعدم التجديد لابو جبل، وطبعا مشي بن شرقي، مشي ونجم، يعني انت ما قلقتش كمشجع وكلعيب سابق في نادي الزمالك وانت يعني برضه مدرب في الاول والاخر؟ لا بالعكس يا كابتن طارق، انا لما مجلس الاداره ياخد قرار انه لعيب مش عايزني
احسن من ان انا اخلي لعيب هو مش عايزني وبيلعب معايا كده يعني يكمل المشوار كده. لا انت مش عايزني خلاص شكرا. في البديل يعني كان قرار صائب 100%. قرار صائب 100%. وبعدين في انا بن شرقي ما سبناش في وسط المشوار. هو بن شرقي كمل الكاس كمل ومشي. كمل وادى على اكمل وجه بصراحه، ولازم يتكرم ويبقى ليه دور كبير جدا في الـ في الـ ما انساش برضو الناحيه النفسيه والانسانيه لسياده المستشار. يعني في حاجات بيعملها، في حاجات بيعملها يعني اقول مثلا ربنا يشفيه كابتن سعيد الجداي. يعني سعيد الجداي محتاج دعاء ومحتاج حد مر بمرحله صعبه جدا. صحيح. شفنا موقف مستشار مرتضى وان هو اعلن علاجه على حساب النادي وعلى حسابه الشخصي. دي حاجات انسانيه برضو تفرق كتير. جبر ربنا الخواطر بيكرمه. بتكلم على جبر الخواطر. البرنس اشرف قاسم برضو مر بظروف وايضا برضو ربنا يشفيه. انا على فكره رحت له المستشفى اشرف قاسم، كابتن اشرف قاسم برنس، انا وجمال عبد الحميد، بس للاسف لقيناه خرج. ربنا يشفيه. فكلمته على الموبايل بس هو لسه ما ردش. يعني ربنا يشفيه ان شاء الله يا رب. فالحاجات دي يا كابتن طارق، الحاجات جبر الخواطر واللعيبه نفسها ايضا بتعمل الحاجات دي. اللعيبه خدت من الرئيس بتاعنا، فاللعيبه بتعمل الحاجات دي، فربنا بيكرمك. صح. تألق غير عادي السنه دي، تألق غير عادي. خلينا نبدا القلب كده، عود الونش او الوحش زي ما قلت حضرتك في بدايه الحلقه. وزيزو امام عاشور وزيزو حاجه يعني. والجزيري الجزيري الجزيري برضو يعني جه من بعيد جدا والحقيقه ادى اداء راقي جدا واقنع جماهير الزمالك واقنع كل الناس. لا الجزيري انا مقتنع بيه من البدايه رغم عدم توفيقه من البدايه من بدايه اول كلنا والله. لكن كلنا. انا بقول الجزيري ده ما ينفعش يخرج من الملعب، ما ينفعش. صحيح. عنده امكانيات فرديه هايله، راس الحربه النموذجي، يخدم على نفسه ويخدم على غيره، وعنده الامكانيات الفرديه رهيبه جدا. بالاضافه طبعا ما ننساش ان احنا نقول برضو دور قطاعات الناشئين، الناس اللي هي المسؤوله عن قطاع الناشئين خلال الفتره السابقه. وحضرتك من ضمنهم ولا زلت حضرتك موجود في قطاع الناشئين، كان ليكوا دور كبير جدا. احنا لو ما لقيناش الخمس لاعبين دول اللي هم سدوا اماكن مهمه جدا خلال الموسم ده، خلال الدور الثاني بالذات، كنا هندور هنعمل ايه. ومستر فيريرا كمان اختار الوقت المناسب ووظف اللعيبه في الملعب غير ما هم بيلعبوا في الناشئين، يعني وظف كل واحد حسب امكانياته. راجل فاهم، عنده فكر عالي، عنده حلول في الملعب. ممكن اقول ان هو يعني وقته كله في دراسه الفرق الثانيه، وان هو يشتغل على فرقته، الحاجات اللي ناقصه، الحاجات اللي الصفقات زودها. الجديده اللي جاتها كابتن مصطفى، يعني يمكن المستشار مرتضى من يومين اعلن عن التعاقد مع زكريا الوردي، وايضا اعلن عن ابراهيم نضاي واحمد ايمن منصور، ودول ثلاث لعيبه في اماكن مختلفه في خط الهجوم وخط الوسط والدفاع. والدفاع الاماكن اللي اختيرت في نادي الزمالك فعلا الزمالك محتاجها فعلا في الفتره القادمه. فعلا محتاجين الهاف ديفندر، يعني محتاجين خط الوسط. احمد ايمن منصور بيلعب في اكتر من مكان. صحيح. يعني ممكن يلعب باك ليفت، وممكن يلعب لك سيرد باك، وهيجيد في السيرد باك برضو. فاحمد ايمن منصور هو بيلعب ب 3 4 3، ممكن يبقى المساك الناحيه، ممكن يبقى مساك ثالث، وممكن هينفعه. يلعب لو انت لعبت 4 برضه، هو لعبها قبل كده، ولعبها قبل كده، ولعبها مع منتخب مع مصر مع المصري، ومع لعبها مع منتخب مصر، اعتقد مع منتخب مصر، واعتقد برضه مع بيراميدز لعب بيراميدز. وابن من ابناء النادي احمد ايمن منصور، يعني انا دربته لما كان في النادي وهو ناشئ، وعنده شخصيه وعنده ربنا يكرمه ان شاء الله يبقى موجود في النادي، وكانه ما خرجش من النادي وهو موجود في النادي. وانا شايف ثلاث صفقات مهمين جدا. طبعا ما ننساش دور امير زي ما قلت لك طبعا في الصفقات واختيار الجهاز الفني من البدايه. وانا شايف انه احنا السنه الجايه ان شاء الله هنبقى فرقه
يعني صعب انك انت تتغلب بعد كده. يعني صعب انك انت خلاص انت دست، انت ركبت القطر خلاص، انت دلوقتي الناس كلها وراك وهي اللي بتجري وراك. فاحنا طالما عندنا استقرار زي ما قلت لحضرتك، استقرار اداري على مستوى مجلس الاداره، استقرار فني على مستوى الجهاز الفني، استقرار داخل منظومه النادي كلها، انا شايف انه دي من عوامل النجاح المستمر ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. المستوى لعيبه كتير ما شاء الله تقدم بشكل كبير جدا، مين افضل لاعب يعني اللعيبه اللي لفتت نظرك هذا الموسم يا كابتن مصطفى؟ يمكن انا قلت زيزو نمره واحد. زيزو من افضل لعيبه مصر السنه دي، يعني هداف، بيصنع اهداف، بيأدي دوره في الملعب، مش بس النواحي الهجوميه، يعني بيأدي النواحي الدفاعيه على اكمل وجه. وده اللعيب المطلوب. عندك امام عاشور بيأدي الناحيه الدفاعيه 10/10، وايضا عنده الناحيه الهجوميه صحيح. كويسه جدا، بيشوط برجليه الاثنين وبيجيب اهداف وبيصنع اهداف، والروح العاليه اللي هو يعني عند امام عاشور، مش بس عند امام. انا نسيت اتكلم عن الروح يا كابتن، الروح دي بتفكرني في ايام حضرتك التسعين، 91، 92، الروح بتاعت اللعيبه جوه الملعب. مش بس روح، الروح الجماعه، حب اللعيبه لبعض مع بعض. انا شايف انه في افضل حالاتنا احنا السنه دي والسنه اللي فاتت، ان شاء الله تكمل باذن الله المواسم القادمه ونشتغل على الحته دي. بالتاكيد النظره للمستقبل السنه الجايه يا كابتن مصطفى شايفها ازاي من خلال التيم اللي موجود والصفقات اللي هتيجي؟ ان شاء الله باذن الله نادي الزمالك قادر ان هو، عندنا طبعا عندنا كاس لوسيل ده في قطر، عندنا سوبر المصري في دوله الامارات، عندنا بطولات كتيره جايه، وان شاء الله الصفقات الجايه تكون موجوده في هذه البطولات ان شاء الله، انها بطولات خارج الدوري المصري يعني والقطر المصري. محتاجين تدعيم كمان، عشان احنا عندنا بطوله افريقيا السنه الموسم اللي جاي قطر. يعني معلش يعني قطر برضو، يعني لو انت بصيت للدوري القطري اي ديربي مش هتلاقي يعني 10,000، لكن ايه اللي خلى العدد ده؟ الزمالك، اسم الزمالك، وايضا الهلال السعودي طبعا، وطبعا قطر السعوديه طبعا جنب قطر قريبه، واحنا مصر طبعا قريبه. لا انت هتلاقي في جماهير بتاع 80,000 متفرج في الخليج اكيد، يعني الزملكاويه في الخليج اكيد كلهم صحيح موجودين هناك صحيح. فاعتقد ان الفائز هيحصل على 1.5 مليون دولار، والخاسر مليون. يعني برضو يعني حاجه كويسه جدا، ان شاء الله الزمالك يسعى لحصد هذا اللقب، يعني حاجه كويسه جدا طبعا، وشرف للزمالك. افتتاح، انا بقول دي افتتاح بطوله كاس العالم، لا حاجه وهتشوف. ما هو الاستاد ده اللي هتلعب عليه كاس العالم، وكون الزمالك والهلال هيلعبوا مباراه افتتاحيه او مباراه في الملعب اللي هيستضيف الافتتاحيه بتاعت كاس العالم، دي حاجه كبيره جدا. وعندنا ايضا المطرب الزملكاوي الجميل عمرو دياب هو اللي هيحيي الحفله، حفل الافتتاح في هذه في هذا الاستاد الكبير جدا، استاد لوسيل بدوله قطر. هيبقى يوم مش عربي بس، هيبقى يوم عالمي، يعني هيبقى يوم عربي عالمي، يعني هيبقى يوم ممكن الناس كلها هتفكر ازاي تتفرج على الماتش. اللي عنده بتهيألي هيذيعوها على القناه المفتوحه. ايوه الماتش كله والتذاكر برعايه الفيفا. تمام، معنى ان الفيفا يرعى تذاكر المباراه ويرعى هذه المباراه، فهي مباراه تلقى بتقدير العالم كله. انا بقول على الناس الحقيقة كمان، يعني شرف لنادي الزمالك ان هو يشارك في مثل هذه المباراه. وانا كمان بقول على الناس البسطاء الغلابه اللي هم مش قادرين يعني يسافروا يتفرجوا، عايزين يتفرجوا من النهارده، عايزين يرسموا ازاي انا هتفرج على الماتش ده، لانه ماتش مش هيتكرر صحيح. يعني انا بالنسبه لي انا من دلوقتي هعرف الماتش امتى، يوم الماتش انا مش هخرج، يعني أكيد. ممكن اقعد قبل الماتش بساعتين ثلاثه كده. ماتش يوم 9 يا جماعه ولا يوم كام؟ يوم 9. طيب يوم 9 يعني خلاص فاضل 10 ايام، يعني انا الجمعه اللي بعد القادمه، لانه ماتش هيبقى حدث تاريخي بمعنى الكلمه ان شاء الله يعني. باذن الله بكل التوفيق نادي الزمالك في هذه المباراه وهذا اللقاء اللي احنا بنشرف ان احنا نكون ان شاء الله طرف هذه المباراه في افتتاح كاس لوسيل او استاد لوسيل في قطر. تمنياتنا لنادي الزمالك بالتوفيق ان شاء الله باذن الله. كابتن مصطفى نجم، شرفتنا ونورتنا، ودائما وابدا ان شاء الله بنتمنى لك التوفيق
فيما هو قادم لك ان شاء الله باذن الله. بشكرك كابتن طارق، وشكرا لفريق الاعداد ان هو عمل البدايه المقدمه دي، وبشكر فريق الاعداد. ده حقك يا كابتن. الله يخليك كابتن. حاجه بسيطه كده بس ان شاء الله اجي لك تاني باذن الله. تشرفنا في اي وقت. الله يخليك كابتن. بشكرك شكرا جزيلا كابتن. وبشكر كل المشاهدين الاعزاء في غزه وفلسطين، البقعة الغالية جدا جدا علينا، وإن شاء الله بإذن الله تحرر قريبا بإذن الله. بشكركم على هذه الفقرة الجميلة كابتن مصطفى نجم. أيضا هنطلع لفاصل ونستقبل نجمنا النهاردة ونجم أيضا السينما والتلفزيون والمسرح، الفنان الزملكاوي الجميل بصوت فهد العتيبي هشام إسماعيل، فزاع السينما المصرية. الحمد لله اللعيبة الأشبال يعني الجداد اللي هو لعيبهم مستر بيريرا أدوا الواجب اللي عليهم وأكتر شوية، خصوصا عندنا الباك رايت محمد طارق كان ممتاز جدا، محمد طارق كان ممتاز، وخط الظهر كله لدرجة أن عواد نفسه محمد عواد ما رحلوش أي كرة خطرة، يعني طول الماتش ما لعبش كرة خطرة، يعني لعبوا كرة كويسة جدا. وهم ينقصهم الخبرة، ولو كان هم معاهم 4-5 خبرة كان أدوا ماتش أحسن من كده بكثير قوي. الفرق مش كتير قوي، يعني احنا الحمد لله احنا توجنا بالدوري، وعامة اللعبة الكبيرة لازم تريح، والحمد لله رب العالمين. الشباب برضو احنا بنحب نشوف الشباب أولاد النادي، وكل واحد ياخد فرصته من لعبة نادي الزمالك، كل واحد ياخد فرصته. الناشئين معظمهم كويسين، يعني حتى حسام أشرف اللي هو نزل في الآخر كمهاجم، أنا شايف أنه بيقدر يقف على الكورة، ولعيب مراوغ كويس، وإن شاء الله يعني مع يوسف أسامة يبقى هما مستقبل الزمالك الفترة الجاية. ده يعني بيخلي اللعيبة الصغيرة تاخد معنويات عالية وثقة عشان يأدوا، عشان ما نحتاجش مثلا لصفقات كتيرة، واللعيبة الكبيرة كويس إنها يعني ترتاح شوية عشان لسه عندنا بطولات تانية. دي فرصة ليهم إنهم يقدروا يثبتوا وجودهم عشان يبقوا الفترة الجاية ياخدوا مكانهم في الفريق الأساسي. وأنا شايف بصراحة يعني الناشئين اللي هو الشباب اللي طلعهم يعني احسن من 1000 مره من انه يعمل صفقات تانية بصراحه، يعني ولما ياخدوا فرصتهم يبقى افضل وافضل. دول ابناء النادي وخايفين على النادي. فيريرا طبعا بيجرب دم جديد، بيدرب ناس جديده، بيشوف الرؤيه واضحه عامله ازاي، بيريح اللعيبه القديمه عشان يستعدوا للمباريات اللي جايه، لان اللعيبه دي ارهقت جدا 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 نفسيا وذهنيا وبدنيا طول الفتره اللي فاتت دي. تميز بتجسيد الشخصيات ببراعة وبخفة ظل سادت أداءه ليتربع داخل قلوب المشاهد العربي كواحد من أبرز نجوم الكوميديا في عالم السينما والدراما المصرية، النجم هشام إسماعيل. مساءك لذيذ يا حزلقوم. انتوا بتصوروا الجزء الثاني من غير الدايزر؟ ده مش تصوير ولا دي الكاميرا الخفية السفية بتاعتكم. ولد هشام إسماعيل في 30 من مارس من عام 1977، وتخرج من كلية التجارة قسم إدارة الأعمال من جامعة حلوان في نهاية التسعينات، قبل أن يشغل منصب مصرفي بأحد البنوك الخاصة. ووقع هشام إسماعيل عقدا مع النجومية ودون السطور الأولى في عالم الشهرة من خلال مسرحية أهوى سادة عام 2008 التي حققت نجاحا غير مسبوق، وخرج منها إلى الساحة الفنية العديد من النجوم الشباب، وتميز بقدرته على تقليد أصوات بعض المشاهير من خلال البرنامج الكوميدي من غير مقص الذي عرض في نفس العام، ليكتسب شهرة واسعة بين ملوك الضحك في نهاية العقد الأول من الألفية الثانية. فقدم عددا من الأفلام مثل طير انت وعسل اسود وسيما علي بابا، وعددا من المسلسلات مثل كابتن عفت وعايزة اتجوز وقصة حب. أما الخطوة الأكبر والأشهر في المشوار الفني لهشام إسماعيل فكانت من خلال تجسيد شخصية فزاع على مدار عدة أجزاء من مسلسل الكبير أوي، والتي لاقت نجاحاً مبهراً وحب واستحسان المشاهد العربي، ليلقب منذ ذلك الوقت بفزاع الشاشة. That's how I know you go.
ولم يكتفي هشام اسماعيل بأعماله الكوميدية مثل عريس ديليفري والباب في الباب بأجزائه الثلاثة وأبو البنات، فقدم عدداً من الأدوار التراجيدية المتنوعة من خلال الظهور المميز في مسلسل ذات ومسلسل الزوجة الثانية ومسلسل رسائل ومسلسل أهدى اللي صار، إلى جانب تقديمه البطولة المطلقة في السينما من خلال فيلميه فزاع ودعدوش. ربما في كثير من الأحيان يخشى نجوم السينما والطرب في مصر والوطن العربي من الإفصاح عن ميولهم الكروية خوفاً من أن تتأثر شعبيتهم الجارفة وفقدان جزء من عشاقهم، لذلك تكون الدبلوماسية حاضرة في ردودهم عند السؤال لمعرفة انتمائهم الكروي. الأمر كان مختلفاً تماماً عند الفنان الكوميدي هشام إسماعيل، فأعلنها صراحة بفخر واعتزاز مؤكداً على عشقه الكبير لنادي الزمالك، حيث دفعه الانتماء الشديد للكيان الأبيض على الإفصاح علناً بميوله وعدم كتمان مشاعره النبيلة تجاه القلعة البيضاء. وكان هشام إسماعيل من أوائل فنان الجيل الحالي الذي يجسد شخصية المشجع الزملكاوي المتعصب للكيان الأبيض، وذلك خلال إحدى حلقات مسلسل أنا عايز أتجوز، والذي لا زالت جماهير ميت عقبة تتذكر أحداثه عن ظهر قلب. قلت إيه؟ ما قلتش حاجة. لا أنا اسمح لك تقولي أي كلمة وحشة عن أي حد، عني شخصياً، عن أمي، عن أبويا، إنما عن الزمالك ما اسمح لكيش. خط أحمر تقطمي، خطين حمر ما تتكلمش عن الزمالك. هشام إسماعيل لم يتقمص دور المشجع الزملكاوي في مسلسل أنا عايز أتجوز، بل قدم هذه الشخصية بشكل عفوي وحقيقي، نمى على ميوله الصريح وأظهر ما في داخله من عشق للنادي الملكي العريق، ليبقى واحداً من ضمن مشاهير الفن في مصر المنتمين لمدرسة الفن والهندسة. هشام إسماعيل فزاع الشاشة سكن قلوب عشاق الكوميديا في مصر على مدار السنوات الأخيرة كواحد من ألمع نجوم الفن والتمثيل أصحاب الإفيهات المميزة والأدوار الكوميدية والساخرة التي نالت إعجاب الملايين وانتزعت ضحكاتهم. هو فنان الحقيقة يمتلك مواهب كثيرة جدا جدا وعديدة جدا جدا، وقام بأدوار مختلفة. كان طبعا الكبير أكتر حاجة علمت مع الناس، فزاع السينما المصرية، معي الآن في استوديو قناة نادي الزمالك، برحب بيه الزملكاوي الجميل بصوت فهد العتيب. ازيك يا كابتن طارق؟ ازيك يا اتش؟ ازيك يا فندم؟ وحشني جدا. وحضرتك اكتر والله. كل سنه وانت طيب. انت بصحه وسلامه يا فندم. حته مالديف دي ولا ايه بقى؟ دي حته عشان الجو منعش وجميل. جو منعش. انت عامل حاله من التلازين على الفيسبوك. والله انا بص الفيسبوك بعامله معامله ان هو ايه، احنا قاعدين على القهوه بنهزر. اللي بيعامله بجديه ده يبقى اللي بيصعب عليا بصراحه والله. ان هو مكان للاراء والبتاع، لا هو مكان للهزار بصراحه، فانا مقضيها بقى. لا والله صحيح، يعني عايز اسالك سؤال في التقرير اتقال فعلا. في بعض الفنانين ما بيعلنوش عن هويتهم الرياضيه في كثير من الاحيان، خوفا من ان يفقدوا بعض الجماهيريه الشعبيه. انت من ضمن الناس اللي قالوا انا زملكاوي، وكنت على طول على طول وقالبها مراجيح على الفيسبوك. حديث هكلمك انا في الموضوع الفيسبوك، لكن فعلا في فعلا ناس بتخاف، وفي ناس بتبقى انت بقى انتهكت سياسه مختلفه. صح. هو الحقيقه كابتن انا من يوم ما كان نفسي ابقى فنان ومحترف طول الوقت، يعني محترف يعني بمثل بره، لا محترف يعني بحترف مهنه التمثيل، يعني بمارس التمثيل فقط. طول الوقت كان عندي هدف ان انا ابقى طعمي، ابقى انا شخصيتي انا، يعني انا ليا اسلوبي وليا طريقتي ودي شخصيتي وما حدش يتدخل، يعني دي طريقتي انا. ومش بعمل حاجات غريبة يعني مش ماشي على ايدي في الشارع، يعني لما مجرد بقول بشجع الزمالك يعني. انما زمان شوية اللي هو عصر ما قبل السوشيال ميديا، يعني كانت الناس بتحافظ على فكرة الكتمان، العلاقات الشخصية محدش يعرفها، العلاقات الانتماء الكروي، الافكار السياسية اللي النهاردة السوشيال ميديا فتحت الباب ان كل الناس تخش بيكتب رأيه، باين جدا توجهاته وآراءه وأفكاره. وأنا أصلا مقرر إن أنا أكون طعمي الخاص، يعني لو أنا يعني ما بنام بالقميص ده مش بلبس بيجامات، أنا حر يعني، أنا دي دماغي يعني. وكنت بصراحة شايف الفنانين الأجانب عاملين كده، كل واحد حر في أسلوب حياته، تشوفني في الشارع تشوفني إنسان عادي، ما بعيش عليك إحساس إن أنا ليا هالة وليا شخصية خاصة وبتاع والحاجات الغريبة دي. أنا عايز أبقى طبيعتي وابقى تقيمني جوه العمل الفني فقط. فقط بره انت حر،
انت بقى هتخلط. انا حر مش انت. انا اللي حر. انت حر كمان كمواطن انك انت تشوفني بالاسلوب اللي يعجبك، انما الصح ان انت هتقيمني جوه الشغل. صحيح. فانا ما كنتش عايز ان حد بصراحه يعني يشوف عني جانب غامض او تفاز. الزمالك جزء من شخصيتي وتركيبتي حقيقي يعني كعضو في النادي وكمشجع للنادي و و و بعمل الطبيعي يعني. انت درست الفن يا هشام؟ درسته بشكل مختلف، مش دراسه اكاديميه يعني. انا عارف انت خريج ورشه الاستاذ خالد جلال. خالد جلال طبعا. انا مش خريج معهد العالي للفنون المسرحيه. واهلاوي قوي على فكره خالد جلال. خالد اهلاوي جامد وأنا جدا وانا بناقشه جامد جدا على الفيسبوك وكلنا بس هو اهلاوي جميل وذوق ويخش يبارك ودايما يقعد يتوعدني ويقول لي طب الماتش الجاي طب شوف البطوله الجايه. اقول له حاضر يا استاذ خالد. انا بقيت اتفائل بالجمله دي. وانا والله والله هو جميل وبحبه لما بيبقى فرحان الاهلي يعني. بحب الفرحه المحترمه في الجوانب كلها. صحيح. انت بتحب النادي بتاعك بتفرح بيه بتشجعه فخلاص تمام. اللي حاصل دلوقتي ان طبعا التراشق والتحفيل والبتاع خلى في حاله من العصبيه شويه بصراحه. وانا بلجا يعني لادنى طريقه او اقل طريقه تهذيب. رجعت للسبعينات. انا رجعت السبعينات جامد. فبدور على 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 اكتر طريقه تهذيبا للتحفيل واللي واللي. انما انا مش خريج المعهد العالي للفنون المسرحيه ولا درست الفن بشكل اكاديمي، لكن انا خريج كليه التجاره جامعه حلوان وانضميت لورشه استاذ خالد جلال في دار الاوبرا مركز الابداع الفني بعد 8 سنين من ممارسه التمثيل كهوايه. انا جيت لك اتفرجت عليك في بداياتك. تنورت الدنيا ورشة طبعا يا كابتن خالد جلال يعني. طبعا يا كابتن كنت بستمتع الحقيقه بالعروض اللي بيعملها خالد وما زلت حتى الان يعني. والحقيقه هو خرج اجيال من كل الموهوبين سواء غنى تمثيل يعني اجيال مختلفه طلعت من مركز الابداع. لو الناس عارفه او مش عارفه لا طلع من عندنا كتير يعني. دفعتي انا تحديدا انا ومحمد فراج ومحمد ثروت ومحمد ممدوح محمد سلام يعني اسماء امير صلاح حمزه العيلي يعني عمرو عبد العزيز محمد علي رزق كل دول شباب ونجوم شباب على الساحه ما شاء الله الناس بتحبهم جدا وموهوبين. والدفعه اللي قبلنا مليانه مواهب منهم بيومي فؤاد ومضل الشافعي وكده. فالحمد لله يعني انا دخلت مكان درست فيه الفن بشكل مختلف وطلعت منه مسرحيه قهوه ساده اللي انطلقنا منها. تحفه دي. انطلقنا منها بقى. كلكم ما شاء الله خريجي قهوه ساده. ده حقيقي. معظمكم كان فراج معاك في قهوه ساده اعتقد. فراج ما انا بقول لحضرتك فراج وثروت وسلام وممدوح والطقم كله الموهوبين اللي على الساحه يعني. خالد مبدع. ده حقيقي وطلع اجيال بعدينا وطلع ولسه هيطلع ما شاء الله ربنا يديله الصحه لانه نموذج بيعلمنا غنى والقاء واستعراض واتيكيت يعني بنتعلم نبقى فنان متميز من كله الحقيقه. هو التفاني في العمل هشام بيولد نجاح بالتاكيد. واحساس خالد بيحب شغلته طبعا جدا وبيتفانى فيها فربنا بيوفقه. وهو ما شاء الله يعني استاذ خالد موهوب جدا غير انه مخرج مسرحي كبير. موهوب جدا في حته اكتشاف ان انت عندك لمعه انت مختلف. انت مش مجرد ممثل بتعرف تتقمص وتشخص. مرة قلت له اكتشفنا يا خالد قال لي ما ينفعش. هو بيشوفها على طول. قال لي ما ينفعش. ما ينفعش يا كابتن انت لعيب كوره بس. ماشي يا عم شاكرين. هو عنده فعلا نظره سريعه كده بيعمل زي سكانر كده عنده بيفحص الشخص. عندك حته لمعه في حته التمثيل ممكن تأدي ايه وما تأديش ايه. فما شاء الله يعني دي طلع منها اجيال يعني. طب السؤال ان انت ليه اعلنت ان انت يعني ليه الفنان دايما بيخاف من بعض الجماهير وانت ما خفتش ما شاء الله؟ ما بقول لحضرتك بعض الفنانين بيخاف لا يزعل الجانب ده او الجانب ده. انا عايز ابقى طبيعي، عايز الناس تقبلني زي ما انا صاحبهم، زي ما انا صاحبهم. ما كان معايا وانا بشتغل في بنك 8 سنين معايا ناس اهلاويه وبنتجادل ومعايا ناس زملكاويه وبنروح الماتشات مع بعض، يعني عايز ابقى طبيعي، كاني قاعد معاك على القهوه وفي الاخر تقدرني كفنان، في الاخر تقول لي ان انت شاطر في الدور ده او مش حلو في الدور ده، عملت العمل ده كويس او العمل ده مش كويس، انما ما تجيش تقول لي ايه؟ لا انت دمك تقيل قوي عشان انت بتشجع الزمالك، ايه العلاقه؟ يعني ايه العلاقه؟ يعني ايه العلاقه انك انت تشوفني في العمل تشوفني جيد ام غير جيد؟ اما بره ده احنا اصحاب مع بعض، هل انت بتشتغل دكتور، مهندس، محاسب، محامي، ايا كانت المهنه، وانت بتشتغل انت الاهلاوي ولا زملكاوي؟ انت بتشوف شغلك. صح. يعني انت مش لاعب او انت مشجع، انت بتشوف شغلك بتاديه كما ينبغي. الدكتور الجراح اللي واقف بيعمل او المحامي في القضيه اللي بيترافع، القاضي مش هيقول له انت زملكاوي ولا اهلاوي، او المريض هيطلع يقول له انت زملكاوي ولا اهلاوي، يعني هنا بنفصل بقى. صح. انما هو فكره ان دي شخصيه عامه او ممثل معروف بشكل او باخر بتدي بس غضاضه ان هو ايه؟ هو ليه مش بيشجع النادي اللي انا بحبه؟ طب انا ما بحبوش بقى؟ لا ملهاش علاقه يعني. ملهاش علاقه. في ناس طبعا متزنه وفاهمه ده كويس، وفي ناس العواطف بتغلبها فما يقدرش يقاوم فساعات لكن انا حابب اكون انا طبيعي، طبيعي عشان ما عنديش شخصيتين، ما عنديش شخصيتين زي ما ابقى طبيعي في تمثيلي وابقى طبيعي في كل حاجه.
ما بتتجادلش مع خالد جلال كتير في القصه دي؟ لا كنا زمان بقى، هو يعني احنا دخلنا المركز الابداع في الذكريات دي يعني، واحنا في للاسف في الفتره السيئه بتاعه 2006 7 8 فكانت العشرية السوداء دي 10 اللي كان فيها كاس مصر بس دي اللي هي ايه او ثلاث كاسات على مراحل كده. فطبعا لا يعني كنت حتى بيجي يقول لي الزمالك اتغلب النهارده اقول له طب خالد. اليومين دول ما بتتناقش معاه بقى وانت على العرش كده وقاعد حاطط رجل على رجل؟ انا اليومين دول الحقيقه ما بجادلش حد خالص من اصدقائي في الطرف الاخر. طب قول الو. الو الو ايوه يا فندم. ما بتجادلنيش ازاي ده، انت بتجادلني في كل البوستات يا ريس انا ما قلتش حاجه. الفنان الجميل والمخرج المبدع استاذ خالد جلال، وبنتشرف دايما بمعرفته وخلوده حبيبي وشخصيه من الشخصيات الاهلاويه اللي احنا بنحبها الحقيقه. اه والله بفرح لفرحته هو عارف، قلت له يا ريس بفرح للاهلي عشان خاطر. طب هو بيفرح لك انت بذمتك؟ لا ما بيفرحليش، بيخش يقول لي بره من نفسكم. اه ما تعرفش هم يعني احنا نفرح له وهو ما يفرحناش، ما اعرفش ليه. هو احنا بنحبه اكتر وهو بيحبنا. يعني احنا انا كل ماتش الزمالك بيكسب بقول لك مبروك يا ايدر، واقول لك اقول لك الف مبروك حبيبي يعني باعتبارك انك انت واحد من اعظم لعيبه نادي الزمالك على مر العصور. ربنا يخليك يا حبيبي. صح يا ريس والله. طبعا زملكاوي مخلص اخلاص مذهل يعني عايز اقول لك انه والله انا مش مخلص زي هشام. لا العفو يا ريس العفو. هشام مخلص اكتر. العفو يا فندم. عندي ناس كتير جدا زملكاويه، امير صلاح الدين زملكاوي وناس من زمايله كتير يعني زملكاويه، لكن هشام الوحيد ومحمد نشأت طبعا، وده الاثنين دول تحديدا عاملين لي مشكله طول الوقت يعني. والله محمد نشأت وهشام اسماعيل، لان الاثنين دول يعني متحمسين زياده عن اللزوم، وفي نفس الوقت هريننا بوستات على يعني يوم الزمالك يكسب لازم الاثنين يروحوا عاملين بوست على الفيسبوك. يا ريته بوست واحد يا ريس، ده بنقعد طول الليل. ده طول الليل بوستات يا عم، انا قاعد طول الليل بسهر معاه. لا بس والله انا عايز اقول لك حاجه، يعني انت عارف طبعا كابتن طارق انت حبيبي ومش بس حبيبي، انت ابو حبيبي كمان احمد طارق يحيى، ده واحد من المخلصين الجمال. بس ده تلامذتك، ده احد تلامذتك يا خلوده، انت لو انت ليك فيه اكتر مني. ربنا يحفظك ويخليك. والله كنت دايما اقول لهم كابتن طارق يحيى، كابتن محمد صلاح، كابتن طه بصري، كابتن علي خليل، كان في ناس بالنسبه لي ايقونات كده في نادي الزمالك انا بحبهم جدا، وبصراحه كلكم كنتوا نماذج اخلاقيه عظيمه. طب يعني بصفتك بقى اهلاوي كبير، يعني شفت فوز الزمالك بالبطولتين الكاس والدوري وداخلين على سوبر وداخلين على سوبر افريقي وسوبر يعني، لا في حاجات كتير قوي يا خلوده يعني. يعني انا دايما اي فريق مصري بيلعب في افريقيا بشجعه، يعني انا لما الزمالك يلعب في افريقيا صح اكون لا يمكن اقبل انه فرقه افريقيه تكسب. يا سلام ما شاء الله. لا والله صح طيبة. دي حقيقه دي حقيقه يا استاذ خالد كده. والله دايما وكده انما بقى طبعا انا عايز اقول لك ان هم السنه دي كانوا بيلعبوا كويس قوي الزمالك، ما شاء الله كان عندهم حماس لدرجه ان احنا كنا بنقول لهم ان هم بقى عندهم، احنا دايما كنا نقول عندنا روح الفانيلا الحمراء. ايوه والسنه دي اول مره نشوفهم بيلعبوا بحماس شديد وصدق كده في ان هم يعني يكسبوا. فدي كانت سنه جميله. انا طبعا مشجع اهلاوي، انا عضو النادي الاهلي من ساعه ما اتولدت يعني انا عضو النادي الاهلي من السبعينات يعني 71 72 انا مولود قبل كده بشويه بس انا يعني من ساعه ما وعيت على الدنيا وانا عضو النادي الاهلي، ومريت طبعا بالمراحل الجميله فيه، واحيانا المراحل اللي بتبقى فيها زي الموسمين اللي فاتوا دول اللي يكون فيه وقت يعني ما هواش موفق قوي، لكن عمرنا ما تخلينا عنه. انت عارف الفرقتين جماهيرهم يعني غلابه قوي، دايما يقعدوا يقولوا سنظل اوفياء، انتوا تقولوا سنظل اوفياء واحنا نقول سنظل اوفياء، لان احنا مشجعين مخلصين جدا يعني صحيح. اللي بيحب باخلاص ما بيتخلاش عن فريقه لو اتغلب ماتش او اتنين. وما فيش اعظم طبعا من الاغنيه اللي عملها احمد، يعني الاغنيه اللي عملها احمد في يعني ثالثه يمين، في الثالثه يمين اعتقد كانت جواها نفس الكونسبت ده، ان هو ان احنا عمرنا ما نتخلى عن النادي حتى بالزبط. في عز ازمته ولا في وعمره، وهو اللي دايما بيفرحني، وانا دايما اقول كده عن النادي الاهلي، هو اللي دايما بيفرحني صح. هو اللي دايما سد البهجه والسعاده. لو الناس فهمت كده، لو الناس فهمت ان الرياضه يعني غالب ومغلوب، وان هم الاقطاب الكبيره اللي في مصر اللي هم الاهلي والزمالك دول لازم نحافظ عليهم باعتبارهم هم ذخيره المنتخب المصري، اعتقد ان الامور ممكن. دعك بقى من المداعبات اللي بتبقى بين الناس اللي مش
اللي مش منحرفه بقى، اللي هم مش يعني مش متعصبه زياده، مش متعصبين. احنا طول الوقت بنهزر مع بعض في الواقع. صحيح. انا والشاب دايما يعني انا كنت دايما اطلع له وهو بيمثل في مسرحيه قهوه ساده في ماتش الزمالك شغال، وانا اروح طالع له من الشباك كده اقعد اشاور له توجيههم في الزمالك. هو المفروض استاذ خالد بيقف فوق، يعني احنا في على المسرح استاذ واقف خالد واقف فوق عشان الاضاءه والتوجيهات بتاع مش عارف ايه، فلاقيه في وسط المسرحيه يقول ايه واحد في الزمالك دخل في الزمالك كده انا بمثل. وبعدين لقيت وشه ما بيتاثرش، حاطط راديو صغير كده جنبه ولا يترك ماتش الزمالك حتى في اثناء العرض المسرحي. يعني صحيح. هو يعني مجنون كره. بتشوف ولادك يا استاذ خالد ما شاء الله فراج وهشام وغيرهم كثير جدا من النجوم اصبحوا نجوم دلوقتي، بتبقى سعيد بان انت علمت الولاد دول وتخرجوا من تحت ايدك؟ بتبقى شعورك واحساسك ازاي من خلال شغلك وعملك وتفاني فيه؟ شوف انا فخور بيهم فخر عظيم. يعني هشام انا دايما اقول له انت يعني استوى على نار هاديه، وهشام من الناس، هشام وفراج وتايسون محمد ممدوح ومحمد سلام وناس كتير جدا منهم الله اكبر يعني بقوا لهم مكانه كبيره في الحياه الفنيه في مصر. فخور بيهم لانه هشام وزمايله يعني متربيين كويس وفاهمين كويس اللي هم بيعملوه واخلاصوا كويس قوي للي هم بيعملوه. ربنا كرمهم، يعني ربنا كرمهم. هشام ده قصه كفاح عظيمه، هشام ده ساب كل حاجه عشان الفن، كان يعني كان بيشتغل في حاجه محترمه وفي بنك محترم وشغلانه كبيره مهمه، ثم قرر انه يبقى ممثل ويبقى ممثل متفرد يعني. صحيح. يعني ساب عمل خطوه جريئه جدا انه القى بنفسه في اليم يعني بتاع الفن. صح. وهو ربنا كرمه بقى على ما هو عليه دلوقتي. ربنا يخليك لنا يا ريس. واكيد بفضل الله وفضل ليك انت خلوده طبعا. اكيد هو انت ليك دور كبير جدا مع هشام وغيره من الممثلين الصاعدين دلوقتي اللي بنشوفهم على الشاشه. ربنا يحفظك ويخليك، ويا رب يعني يكمل لهم حياتهم على خير ويبقوا نجوم اكبر واكبر كمان زي ما هم يا يعني رب في حياتك يا استاذ خالد ان شاء الله. حياتك يا ريس. متشكرين جدا. شاكرين جدا فناننا ومخرجنا الكبير استاذ خالد جلال، طبعا من الناس اللي احنا بنقدرها ونحترمها على مستوى الشخصي برغم انه اهلاوي، بس الراجل يعني اهلاوي عظيم. ده كمان رئيس اللجنه الثقافيه في النادي الاهلي، يعني منصب منصب يعني ما شاء الله بيعمل حاجات حلوه قوي هناك. فاحنا بنحب كل الرياضه وبحب كل النوادي، وكانت زمان لحضرتك الحياه ابسط من كده قبل السوشيال ميديا. اظن حضرتك عارف الدنيا يعني هو الجدل ما بياخدش اكتر من 5 دقايق. ذكرت السوشيال ميديا ايه يعني؟ انت هرجع معاك للسبعينات بقى. انا لقيت الشباب ايه الاحتفاليه الغريبه اللي انت عاملها يعني يقول لك ايه اصل طب يا جماعه ماشي اوكي انتوا هرجع لكم ايه السبب اللي انت عملت الفورمه دي؟ احنا زمان لما كنا يا جماعه الصور دي لو عندكم على لو الناس لو تنفع تطلع على الشاشه بس عشان هو عامل شويه حاجات كده في شكله وشعره. هقول لحضرتك انا بحب جدا، بحب الكتابه جدا، بحب الكتابه وبحب الدراما يعني في حياتي. يعني بشوف الحياه كلها من زوايا دراميه يعني. وبعدين انا بحب التاريخ كمان جدا سواء الرياضي او المصري المعاصر. فكل ده ضرب في دماغي في الخلاط لما جيت لحظه جمله قريتها قبل ما نكسب الدوري ب6-7 ماتشات. قال لك حتى لو كسبتوه يعني ما انتوا تعرف الاهلي خدوا سنه كام؟ سنه 77. فما فهمتش طب هل ده يمنع الاحتفال ان احنا نحتفل؟ هل يمنع ان احنا نحتفل؟ يعني مثلا نادي استون فيلا اللي ما كسبش الدوري من 90 سنه او توتنهام من 60 سنه ما كسبش الدوري لو كسب مش هيفرح؟ حتى ليفربول لما كسبوا الدوري بعد 30 سنه الناس كلها انطلقت في الشوارع، بالعكس ده ادعى ان افرح اكتر. برافو عليك. طب خلاص يعني ما دام سنه 77 هي كانت المشكله نحتفل بستايل 77 وانا بتلكك عشان اطلع الفن ده للناس. عمر خرشت بقى وورده وعبد الحليم حافظ واللبس المود اصلا مود فاني مود مسلي. عملت غيرت بقى ورجعت للسبعينات، دخلت الناس كلها معايا في مود السبعينات. قلت لهم يا جماعه هنحتفل كده كلنا بالباروكه، والناس بداوا يركبوا صورهم على اشكال سبعينات بالظبط عشان نسكت الجمله دي. جمله مش مفهومه يعني. بالعكس انت لما يعني انت لما تبقى انت عندك تاريخ من البطولات تفرح لي انا بقى من وجهه نظرك اللي ما كسبش يعني. انما انا الحمد لله كسبت ال 14 سنه 2022 يا سيدي. انت 77 خلاص هنلبس زي بعض بتاع 77 وادي لبس 77 اهو كله اغاني 77 وانطلق بقى عملت فتحت الحكايه. ما كنتش عارف انها هتتوحش كده. لا ده توحشت توحش غير طبيعي والناس تفاعلت معاك بطريقه غريبه. هقول لحضرتك ليه؟ اصل مود 77 نفسه
مود الرقم نفسه مميز السبعتين دول. والسبعينات عموما ليها عند الناس ذكريات البنطلونات الشارلستون والبواريك والبتاع، ومود فني اصلا مسلي يعني فاني دمه خفيف. فالناس حبت التفاعل اللي دمه خفيف ده عشان يعني نسكت جمله انه حاضر مش هفرح. كوميدي يا جماعه، كوميدي راجل كوميدي يعني رؤى. هتروحوا معاه فين؟ هتروحوا له كده هيجي لكم كده اكيد يعني. لا وانا يعني انا في التحفيل دايما بدور او في الردود اللي فيها على الكوره يعني بدور على حاجه ذكيه وفيها فكره ثقافه برضه، ما يبقاش ان انا اصل ابسط فكره اخش اقول له طب ما انا افرح زي ما انا عايز وانت مالك اصلكم بالحكام، الكلام ده كله كلام يعني بيخلص بعد دقيقه ملوش مرجع يعني ملوش ارض ثابته. انما بتبقى الحاجه فيها فكره ثقافيه ظريفه وفكره دراميه دمها خفيف بتنطلق وتعيش بقى وهكذا الفن يعني. صحيح. الاقيه بقى عامل ازاي يا جماعه؟ صوره كده الجو منعش. طب ايه يعني الجو؟ هقول هجيب كل شويه ليه الجو منعش وجميل ولا ايه عامل صوره ده الجو منعش وجميل؟ طب ايه دي جات لي انت قوي برضه؟ دي جات لي من اسمها ايه، من الاستاذ يحيى الفخراني ربنا يديله الصحه. لما راح العزا وكان قاعد في العزا الناس كلها زعلانه وهو عمال يضحك لان هو خد الايه الفص بتاع اللي فيه الحاجات. ففجاه بيضحك قال لهم الجو منعش وجميل والناس قاعده في حزن وعزا يعني. فبدي انطباع ان انت اللي زعلان اللي زعلان على ماتش مثلا الاهلي تعادل او خسر، انا بالنسبه لي الجو منعش وجميل لان المنافسه مع الاهلي لما بيفقد نقاط انا بفرح، ففي ناس قاعده في حزن فانا قاعد في جو منعش. فمن هنا جت بقى السينه بتاعت الجو منعش وجميل دي ما بتتوقفش بقى. لا لا لقيت نفسي في كل حته عندي قمصان مشجره كده فبتدي انطباع ان انا قاعد يعني في البحر. فانت عشان كده الجو منعش جاي بقى الجو منعش جامد. لا ما الدوري بقى كله ده الجو منعش انتعاش رهيب. وكاس الحمد لله. الحمد الكاس ده جه في الزحمه احتفلناش بيه، هنحتفل بيه بقى ان شاء الله اليومين الجايين. طيب ما خدناش وقتنا يعني برضه. يا راجل ده احنا فرحنا فرح. لا الكاس ما لحقناش، احنا دخلنا في الدوري على طول. لا يا عم ده عندنا بيراميدز، احنا بلغنا قوي الفرحه يا عم. لا بالعكس ما بلغناش ولا خالص، بلغنا قوي يا عم. بلغنا ايه ده الناس كل ده ايه الفرحه دي؟ الزملكاوي دول بلغوا جامد جدا بالفرحه. لا ما بيبلغوش، هو الفكره ان انت فرحان بجد، فرحتك حقيقيه لان انت كنت في ظروف صعبه جدا جدا اداريا وظروف صعبه كرويا حتى فاقد الامل. واذا بيك عمال تتقدم خطوه ورا خطوه بمستوى حلو جدا، وفريرا اللي انت بدات كنت بتروح هناك تقول الراجل بقى ما بقاش بمستواه بتاع زمان والسن والبتاع كبر وبتاع. انما لقيت نفسك فجاه راجل ما شاء الله لا قوه الا بالله ربنا يديله الصحه متمكن وبتخلق لعيبه ونجوم جدد ومراكز جديده والمستوى بيزيد، فانت بتغير الطريقه وبعدين المنافس بتاعك عمال نفسيا ينهار ينهار، فانت المنافسه الوحيده مع الاهلي. بعدين لما تدور تشوف بيراميدز برضو قوي جدا بس فكره مفيش جمهور بتقلل برضو الحافز عندهم. فانت ما كنتش خايف غير من الاهلي، لقيته بيقل فبقى دخلت على بيراميدز فلقيت رقم نفسك كام احتفال بالدوري ده 77 ده بتاع 77 14 ده الدوري 14. انا كنت بعمل الشكل ده كنت بعمله لبرنامج معين. انت مواليد سنه كام؟ 77 برضو. لا والله ده سبع يا ده حاجه كويسه. انت اتولدت كده؟ ده اتولدت شكلي عامل شكلي عامل كده. كنت بعمل تيست البرنامج يعني يعني هنعمله عن مذيع قديم وبتاع. فلقيت نفسي عندي شويه صور من دي فقلت لهم خلاص يا جماعه لو 77 المشكله اهو شكل احتفال 77 حاضر اتفضل. ودي كانت سنه كام؟ ده برضو 77 نفس 77. السنه بس كنت رايح استاد ناصر ساعتها. كان اسمه استاد ناصر. استاد ناصر فعلا. ما انا بقول لك بدي معلومه للي بيسمع. لا اللي عايز يتاكد يتاكد، مش عايز اخد معلومه مني ظريفه في وسط الافيه يعني. تمام. طيب هنروح بقى يعني فرحه الدوري والكاس او فرحه الدوري عموما، لان الدوري زي ما انت قلت فعلا كان يعني احنا كان صعب جدا جدا والفترة كانت في منتهى الصعوبة. يعني احنا قلنا ده اعجاز مش انجاز. صح. له اسباب. اكيد بالتاكيد من وجهة نظرك الفنية. الفنية مش الفن. الفنية الكروية. هو كل حاجة فيها فن. مش الفنية الفنية. لا يعني انت طبعا اكيد متابع للزمالك من قبل مثلا المشروع المرتضى ما يجي من الوقفة والتجميد بتاعه ده. ثم دخل الانتخابات ثم نجح الدنيا كانت سودة. طبعا. قبل الكلام ده كانت الدنيا سودة واحنا كلنا بقول يا رب نخش. انا كنت اقول هنا في القناه اقول يا جماعه يا رب نطلع تاني دوري عشان نخش ابطال افريقيا السنه الجايه. صح. هو اللي حصل. انا اتكلمت كتير جدا ويمكن من الناس يعني الحمد لله القليله اللي اتكلمت بشكل قوي جدا دفاعا عن ازاحه الاستاذ مرتضى. اتكلمت كتير جدا. مش خوفا على شخص استاذ مرتضى قد ما هو خوف على نادي الزمالك كمان. تمام. انت شلت رئيس شرعي بلا مبرر. وقعدت دافع جدا طول وفيديوهات كتير منتشره ليا ومكالمات وبتاع لان انا كل بطالب بيه وفر لي المنافسه العادله بس. صح. الرئيس الشرعي بتاعي يكون موجود. شلته ليه؟ عنده مشاكل؟ قول لي طب لو في مشكله وريها لي. ما حصلش حاجه من دي. فالحقيقه ان اكتشفنا ان مرتضى منصور او الاستاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تم ازاحته لاسباب لها علاقه بالمنافسه.
لاخلاء المنافسه. ايوه. فلما عاد الاستاذ مرتضى الحمد لله ربنا وفقنا في الفرق الجماعيه كمان كانت على مستوى المسؤوليه في السنه اللي الاستاذ مرتضى غايب فيها وكسبنا الفولي واليد والباسكت. اه ايه ده الدنيا بقت صعبه ربنا جدا وربنا اكرمنا فعلا وربنا يعني عادل فاللي مستواه كويس ربنا اكرمه. لما رجعنا تاني مع استاذ مرتضى كان كارتيروم برضه العلاقه مش مظبوطه ما كانش مظبوط ومش مرتاح هو شغال وبتاع مشي وخارجين من افريقيا الراجل جه فطبعا هنا الاداره خدت قرار جريء فكره استقدام فيريرا. أيوة. الناس كلها الزمالكاويه بيحبوا فيريرا حب رهيب والراجل نفسه بيحب الزمالك وله حوارات بالبرتغالي مع المذيعه ويقول لها احب الزمالك او احب الجمهور ومتابع فالراجل يعني فعلا مشكورا جه ومشكورا استاذ امير واستاذ مرتضى جابوه فكانت فكره جريئه كلنا قلنا ايه اللي بيحصل يعني هل في امل في التاني يعني أيوة. في هنلحق التاني واذا بالحياه زي ما بقول لحضرتك الحمد لله فالفرحه كانت مبالغ فيها جدا مفيش قيد توقف اداري عوده الشكل الفني الحلو اللي الزمالك بيحبه احنا حابين حضرتك واللعيبه بتاعت جيل حضرتك ليه شوف بتلعبوا كره حلوه صحيح. شوف اللمسه والبتاع حتى لو ما كسبتش الدوري ببقى مبسوط بالاداء بخرج كسبان ومتضايق اللي هو اقول لك ما لعبوش حلو كسبانين 3-0 ما لعبوش حلو ده جونين كده وبتاع انما انت الزمالك اتعودنا بنشجع اللعبه الحلو ففي لعب حلو واداء وبنتطور وبنتقدم لقدام فكانت الفرحه مبالغ فيها طبعا لانها حقيقيه بالظبط هرجع لك برده في اختيار المدير الفني في التوقيت لان ده مهم جدا جدا طبعًا. بالنسبه لنا احنا كزملكاويه بس معايا الفنان الجميل اللي عامل برده حاله على السوشيال ميديا بصوره كده صورها زملكاوي برده وعامل زي كده اللي هو ايه جو منعش وجميل فنان انا كل ما ابص للصوره دي اضحك يا سليمان فظيعه معانا طبعا هو انت صحيت الساعه كام انا عايز افهم 77 برضو ولا ايه ولا حاجه يا عم انا طول عمري لما السنه اللي فاتت الزمالك خد الدوري قلت الف مبروك للزمالك وعلى فكره السنه اللي قبلها الاهلي خد الدوري قلت مبروك للاهلي بس ما قلتش لا غلطت في نادي ولا بتاع الاتش تيمه بقى وكلمه بواب دي هنا مهنه البواب نفسها الكلام ده يا جماعه احنا المفروض مهنه شريفه طبعا ومحترمه يعني اللي عايز اقول لك يعني ان ده يعني في قديم يعني ايه وكله يعني انا نزلت الصوره لقيت بقى في صفحه كبيره التعليقات كلها فيها اهانه دي لجان يا استاذ سليمان دي كلها لجان مؤجره مدفوعه الاجر استاذ يعني سليمان يعني راجل محبوب جدا جدا ازيك يا استاذ سليمان ازيك يا استاذ هشام والله يا حبيب قلبي يا استاذنا والله انا بشتغل في الفن ده ليا 40 سنه ما حدش غلط فيا صح حد ما غلطوا فيا اليومين اللي فاتوا في الموضوع ده بسبب الصوره دي الحقيقه يعني انا جايبك النهارده لان انا عارف كويس قوي وقريت بعض الحقيقه التعليقات السخيفه فطبعا انا وفريق الاعداد بنجيبك النهارده علشان الحقيقه اولا نشكرك انت زملكاوي جميل من زمان والله يا وحاجه وواجهه مشرفه لينا كزملكاويه ومشرف للفن المصري وحاجه محترمه وفنان فعلا فنان يعني انا نفسي فانا بعتذر لك بالنيابه عن اي اساءه او بالنيابه عن اي حد اساء ليك يا استاذ سليمان الحقيقه انت من الناس المحترمه جدا يعني والله ربنا يخليك يا كابتن انا بجد نفسي الناس تبقى حبايب مع بعض دي لعبه يا جماعه لعبه صحيح لعبه يعني احنا نحب بعض اللعبه خلصت نبقى انا ولادي اهلاويه كلهم وبنقعد نهزر مع بعض وبتاع مفيش حد من ولادي بيقول لي جمله يعني فيها اساءه وانا في الفن بتاعي الحمد لله رغم ان انا بعمل ادوار كتيره جدا الافيه دمه تقيل يعني ايه يعني انت عملت كده ايه يعني ضايقتني وبعدين انت اي حد هياخد الدوري غير الاهلي هيتهان وبعدين ليه الزمالك اصلا تملي في مشاكل كتيره جدا جدا ما بتخلص ليه لما الاهلي بيخسر كل الاعلام الدنيا بتقوم ازاي الاهلي باظ طب ما في الانديه الصغيره يا جماعه ده في كل الدوريات بيبقى سبع فرق جامدين ما بنعرفش مين اللي ياخد الدوري ليه الاهلي والزمالك حكر بس مع يعني الزمالك من الناس المظلومه لكن في انديه ثانيه كتيره مظلومه صحيح ما تكلمش عنها الحقيقه الانديه دي لعيبتها لما بيطلع لعيب بياخدوا الاهلي وبياخدوا الزمالك ليه في احتراف داخلي صحيح ليه؟ يعني الاحتراف الداخلي ده ما فيهوش تكافؤ اساسا. يعني انا لما بحترف داخليا باخد لعيب عنده انتماء اولا لناديه هيدي في ناديه وبعدين هيفيد المنتخب هتلاقي هنا لعيب وهنا لعيب الاهلي والزمالك بياخدوهم بيقعدوهم على الدكه. صحيح. يعني الكلام ده يا جماعه لازم حد يوعى له عشان المنتخب مش عشان الاهلي والزمالك. انت افرح. انت زملكاوي جميل مبروك يا استاذ سليمان مبروك الدوري والكاس وان شاء الله البطولات جايه لسه كتير ان شاء الله باذن الله يا رب ونشوفوا حل الموضوع بس الاساءه من الجمهورين لبعض يعني حد يبقى فيها قانون او حاجه لان انا بجد زعلان منها
جدا، لان انا بحب كل لعيبه الاهلي والزمالك، انا اصحابي لعيبه الاهلي زي ما هم لعيبه الزمالك. تمام. وانا راجل كروي اساسا، فاتصدمت من الردود واللجان ديت، يعني تعرف مصدرها، وانا بدور على مصدرها برضه عشان اعرف مين اللي قال كده وقال كده ليه. هو الحقيقه صحيح. في ناس بتدافع وفي ناس محترمه كتيره برضه. طبعا طبعا، يعني كتير قوي ناس دفعت وناس غلطت، والراجل غلط في ايه، وعيب ما تقولوش كده. لكن الكوره لما يبقى فيها اهانه لبعض لا طبعا ما. هتوصل. دي اصلا كمان الرياضه اخلاق. صحيح. الاخلاق دي لو ما عندناش اصلا يبقى ما نتكلمش مع بعض. ما تزعلش نفسك وافرح وانت واخد بطولات، وان شاء الله بطولات جايه كتير باذن الله. حبيبي يا كابتن، ودايما منورنا ومشرفنا يا استاذ سليمان. والله انت من النجوم اللي بالنسبه لي، يعني مفيش فنج جه بعدك في الزمالك. ربنا يخليك، ربنا يخليك قوتك والله العظيم يا كابتن. ربنا يخليك، انت اللي جميل، انت اللي جميل وفنان حبيب. جميل، بشكرك شكرا جزيلا فناننا الكبير سليمان. الراجل زعلان، نبرته كانت زعلان. يعني من الشخصيات الجميله جدا اولا على المستوى الانساني، وكفنان فنان محبوب جدا. صحيح. وما شاء الله عنده تاريخ يعني سينمائي وتلفزيوني عريض. فانا ما كنتش اعرف اللي حصل بصراحه، فمتضايق له يعني، لان انا كتير بصطدم بالكلام ده، يعني كتير بصطدم بالكلام ده. انا شفت بعض التعليقات خفيفه كده بس، يعني آه ما كنتش متخيل انها هتاثر فيه كده. هو المشكله ان صفحته ما شاء الله كبيره جدا، لان هو دايما بينزل حاجات لذيذه ودمها خفيف، وبيعمل مع كريم محمود عبد العزيز شويه فيديوهات دمها خفيف قوي. طبعا شعبيه جميله قوي قوي، غير طبعا اعماله المنتشره جدا طول الوقت. فكتب الراجل بوست لطيف ما اهانش فيه حد، بيبارك للزمالك. بيبارك. هم انا لو حد يقدر يوصل لي يعني هيكتبوا حاجات صعبه جدا. لا انا الحمد لله، الحمد لله يعني معودهم على ان انا على طول ما بيسكتش. بس انت بتخرج بره الصندوق. بره الصندوق في تعليقاتك شويه يعني. بتبقى ذكيه. افكاري ذكيه وفيها دراما. مش اي حد يوصل لها. ده حقيقي، ذكيه وفيها دراما، ومش الهدف ان انا احقق. انت عارف انا البوست بتاع 77 ده انا فضلت افكر فيه لغايه لما وصلت. انت مش مصدقني؟ حتى بص فيه كده، هو حامل في نفسه ده شخصيه جديده ولا ايه؟ فاهمني؟ وبعدين بعد كده ايه؟ جمعت، بدات اجمع بقى ايه؟ انا متربي على جو منعش وجميل ومش عارف ايه. انا متربي على البلاك كوميدي بصراحه، يعني قهوه ساده دي بلاك كوميدي، وانا متربي على طريقه التفكير البلاك كوميدي اللي هو كوميديا جد لدرجه انك انت في اول لحظه يجيلك صدمه انه ده بجد ولا هزار. صحيح. بعدين تكتشف عمق الافيه بقى. اللي يفهموا يفهموا، ما يفهموش تمام. صحيح. انا مبسوط برضه في كل ارجع أحوال. بقى لكلامك على توقيت التعاقد مع فيريرا من قبل مجلس الإدارة. وده كان توقيت بالنسبة لنا كان زي ما تقول ايه اللي هو يعني مناسب لدرجة غير، وخاصة فيريرا زي ما انت قلت. انا بصراحة هقول لحضرتك، كنت متوقع هذا النجاح يا استاذ هشام؟ لا بصراحة لا، انا قلت الراجل، حتى الراجل نفسه اعتقد والله اعلم صحة التصريح، يعني استاذ امير مرتضى قال له احنا بنبني فريق للموسم الجاي. قال له الموسم الجاي ليه؟ ما احنا فيها. قال له احنا فيها ايه؟ قال له لا احنا السنه دي تمام، يعني تمام على الاقل. الراجل حتى هو بيتصور صوره الدوري السنه اللي فاتت والكاس بتاع السنه دي، ما احنا خدناه على سنتين الدوري والكاس. السنه دي بقى لنا سنه ونص سنتين بنلعب عشان الكاس. احنا وصلنا للنهائي ولسه الناس بتلعب 32. فهو حتى الراجل قال له تصور بقى صوره بتاع، قال لهم لا انا هتصور مع الكاس بس، الدوري هتصور مع السنه دي اللي هو لما اخده لما اكسبه. فالراجل كان عنده ثقه في امكانياته وثقه في فرقته عاليه جدا، فاحنا ما كناش شايفين ده، هو شايف ده، يعني هو شايف اكتر مننا. فكان توقيت بصراحه اختيار الراجل بالنسبه لنا كان صادم، اللي هو الراجل جاي في نص الموسم، انتوا بتحرقوا المدرب. الراجل هيقع مننا، الراجل ما هوش نفس كفاءته، الزمالك بيقع في افريقيا، الزمالك في الدوري متاخر. هو الراجل جه هدى الدنيا واتغلب في الدوري عادي، ما عندوش مشاكل. اتغلب وطلع الجيش ورا بعض، واتغلب في افريقيا عادي بالظبط، واتغلب من الوداد هنا في القاهره. والراجل عمال يتفرج على اللعيبه ويظبط 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 الدنيا لحد ما طلع لنا جيل عظيم من الشباب الناشئين الحلوين جدا. ظبط حتى مراكز زي رؤى، زي عبد الغني، يعني الناس دي احنا كنا ما مش عارفين نوظفهم مظبوط، الراجل برضه اشتغل عليه. فالحمد لله من كله، يعني ربنا كان كاتب، وهي عداله ربنا بصراحه، يعني هو عدل ربنا ان احنا ظلمنا في حته ازاحه استاذ مرتضى، الزمالك مشتت، الزمالك في مشاكل، مش عارف يجيب لعيبه، مش فربنا بيعوض بقى المسائل، مش يعني مش ماشيه اعتباطا كده. انت بتدوس قوي على ازاحه مرتضى منصور دي، يعني كانت سبب رئيسي في قصه ان الزمالك تاخر كثيرا. من وجهه نظرك انت وانت بالعكس، يمكن خدنا بطولات في نفس السنه، بس الفكره ان انت شتتني كنادي. كان الهدف ان لولا ان احنا قعدنا نتكلم والسوشيال ميديا قايمه واستاذ مرتضى لجأ للشكل القانوني كذا مره، وصلنا لفكره ان احنا عايزين رئيس شرعي بس ما نتنافس منافسه عادله،
ان اللي معاه الفلوس او اللي قادر يتحكم في فلوس النادي او اللي بيمضي على الفلوس موجود. ان راجل النادي اللي يقدر يتصرف ياخد قرارات موجود. اديني فرصه المنافسه العادله. كان الهدف ايه؟ كان الهدف ان انا اقع يعني ما اقومش 10 سنين تانيين. هو دايما يقول لك الهدف مش مرتضى منصور، الهدف النادي الزمالك. نادي الزمالك بالظبط. هو دايما يقول هذه المقوله ودي مقوله مشهوره جدا، كلنا فهمناها خلاص والله. اي طفل دلوقتي في ابتدائي فاهم ان اي حاجه هتحصل للزمالك، يعني اي حاجه هتحصل للزمالك في شخص حد استاذ مرتضى او غيره، المقصود نادي الزمالك يتبط شويه. اهدوا شويه يا جماعه وكده. بتبقى حته كده يعني. انا مش فاضلكم. اهدوا شويه، خلينا نظبط نرتب البيت من الداخل. مش عارف الشاب اسمها، مش عايز اجيلكم انا. مش فاضلكم. مش فاكر، مش فاضلكم. دي اغنيه يعني. بتاعت مين يا جماعه الاغنيه اللي بتاعت مين؟ قال لك انا مش فاضلكم. دي اغنيه ولا ده استاذ مرتضى اللي قال لما افضى ابقى اجيلكم؟ ده شهرها مرتضى منصور، شهر الاغنيه دي لما افضى ابقى اجيلكم. لما لما انا مش فاضي ابقى افضل اجيلكم. انا ما سمعتهاش بس سمعتها الاستاذ مرتضى. هقول لك برضو نقطه مهمه جدا، وانت زملكاوي وبتفهم كوره كويس قوي. نوعا ما. طارق حامد. طبعا ابو جبل. طبعا طبعا مشان بشياكه بن شرقي ونجمي، يعني اتنين لعيبه بس عدم التعاقد والقرار اقول ايه تاريخي جريء او الجريء التاريخي ان انا ما متعاقد مع طارق حامد. وما خوفكش يا هشام يعني احنا كلنا انا شخصيا قلقت وبعدين سبحان الله لقينا الدنيا. خلينا بس نتكلم كلام ما يزعلش حد يعني. طارق حامد طارق حامد احد اسباب خروجنا من افريقيا، يعني بعده عن ماتشات افريقيا هو احد اسباب خروجنا منها. ما كانش عندنا حد في المركز ده خالص. خالص ما كانش لسه عضموا الناس اللي موجوده خالص. الناس اللي كانت بتلعب وكنا فاضيين خالص في وسط الملعب والدنيا كانت صعبه جدا. كان مصاب او غير مصاب او 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 هو حر في قراره، ربنا يوفقه ويكرمه. بس احنا كنا شايفين طارق حامد بصوره يعني ده من 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 التماثيل الزملكاويه المهمه، الروح القلب الجريء او حاجه حاجات كده. هو بقى عن عمد او عن غير عمد دي بينه وبين ربنا، انما احنا كان عدم وجوده طبعا وقعنا في افريقيا جامد. صحيح. ابو جبل راح تألق غير طبيعي مع منتخب مصر ووصلنا للنهائي تقريبا، فعلا هو السبب يعني الرئيسي. لكن رجع في حاله من عدم التركيز، خاف على مستقبله، معرفش، انا بظن ظنون الله اعلم. كان حابب ان هو يأمن مستقبله في نادي اخر خارج الزمالك، فحصل له حاله من التشتيت. بقينا نخش فينا جوان برده مش مفهومه، وراجل راجع من احسن كحارس في افريقيا المفروض، رهيب، راجع بمستوى رهيب، فجاه احنا مش شايفين ده. ف سبحان الله برده من القرارات الجريئه لفيريرا والاداره، شكرا حضرتك اتفضل روح شوف العرض اللي يريحك، شكرا حضرتك اقعد. احنا طبعا بنبقى خايفين، هل عواد لسه راجل بقاله كتير مركون محتفظ بمستواه؟ عواد ده نموذج الاصرار عظيم وانا بحييه لان هو شالنا. صحيح. لا بشكل لا رائع بامانه. طبعا وواقف بره على الخط احتياطي له، ولد ناشئ جميل ربنا يوفقه، محمد نديم. في الاخر برضو احنا مرعوبين، عواد لو جرى له كده جرى له كده، فمحمد نديم هل قد الحكايه؟ احنا مش عارفين. فعواد شايل المسؤوليه بالكامل. صح. ففيريرا طبعا اشتغل على الموجود وقدر يخلق مراكز لعبد الغني ووظفه ورؤى وما شاء الله زيزو ربنا يحميه، يعني سوبر زيزو يعني ربنا يزيده. الراجل انطلق ده كريستيانو، انا قلت ده كريستيانو رونالدو. كريستيانو بتاعنا يعني. بتاعنا كريستيانو في البيت. اما انا قلت لهم لما تعمل، ما انا كتبت محمد تعمل محمد صلاح في البيت ويطلع طعمه حلو برضه، يعني لما تعمله في البيت ويطلع طعمه حلو زي المطعم برضه. صحيح. بنفس الاسيستات بنفس البتاع على قد الدوري بتاعنا يعني. فربنا يبارك له ويكرمه ويزيده. وشيكابالا قياده مش طبيعيه. مش طبيعيه نفسيا، واحد تاني غير شيكابالا بتاع زمان اللي كنا بنحبه لما يشجع ويتجادل ويتعارك مع الجمهور. لا لا، ده شيكابالا القائد بقى اللي هو راجل جاي يشيل الكاس ولما بينزل قد المسؤوليه. صحيح. وكفايه انه متعنا بالجون بتاع بيراميدز من احلى جوال الدوري يعني. صحيح. يعني الراجل كتر خير. ال- 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 القرار برغم صعوبته يا هشام وتوقيته، انت كنت بتتغلب. انت فاهم قصدي؟ يعني احنا ما كناش بنكسب. صح. علشان ناخد قرار زي ده، هل كان في رؤيه او فيجن للناس اللي ماسكه الفريق الاول سواء المستشار مرتضى او امير انهم ياخدوا هذا القرار الصعب في توقيت اصعب؟ ما هو بقول لحضرتك هو قرار صعب وجريء. ده اعاد الاتزان مره اخرى للتيم واعاد العداله للتيم واللعيبه كلها خلاص بقى. ما هو ده الكبير مشي يا جماعه. انت بتتكلم في طارق حامد مش بتتكلم في حد يعني. صح. بتتكلم في ابو جبل احسن لاعب في جون افريقيا. الحاجات دي كلها ممكن تكون اثرت بالايجاب على فريق كره القدم بنسبة كبيرة. خلي بال حضرتك الروح برضو اللي زرعها فيريرا فيهم اللي بقول لحضرتك عليها ان هو لا للسنة الجاية بقى يا جماعة احنا بنحضر للسنة الجاية الموسم الجديد. لا يا جماعة احنا السنة دي. وبدأ يزرع جواهم ودي باينة جدا ان في روح مختلفة، انه حتى الناشئ اللي بيلعب زي عصام عبد المجيد تحس ان هو بقاله 3 4 مواسم مع الفريق الاول. الراجل زرع جوه الناس روح المنافسة وكلفهم بأدوار في الملعب تحس ان اللعيبة كلها رغبة انها تكسب. يعني كلها رغبة انها تكسب، وده اللي زرعه المدرب، وده برضو دور الإدارة انها استقدمت الراجل
في توقيت صعب، الراجل المناسب في المكان المناسب بالظبط كده. واحنا ما كناش شايفين انه مناسب، يعني احنا بنقول هل الراجل لسه بنفس كفاءته؟ ده احنا كنا مش شايفين حاجه يا عم، احنا مش شايفين حاجه خالص، احنا مش شايفين قدامنا اللي هو ايه بالزبط. لو لحقنا الثالث رضا يعني هو اصله فيوتشر والجيش بعيد، لا يعني الحمد لله مش هيلحقونا، لا ممكن يعني لو عايزين الثالث يعني اللي هو الاهلي وبيراميدز بيتنافسوا على الدوري واحنا، فالحمد لله الراجل زرع فيهم روح البطوله دي، وبصراحه يعني الضغط عليهم خلاهم. اهو دي الصوره اللي بقول لك عليها ان هو الكاس، قال لهم لا، قالوا له تصور مع الدوري والكاس، قال لهم لا انا ما جبتش الدوري السنه اللي فاتت، انا هتصور مع الدوري بتاع السنه دي. ده مستر فيريرا قال لهم هتصور مع الدوري بتاع السنه دي، وتصور مع كاس مصر بس اللي هو بتاع الاهلي اللي كسبه 21 يوليو. هنا بقى تصور دي الدبل بقى ما تصورش فيها، دي ما تصورش فيها فيريرا دي على فكره. ما تصورش فيها، هو قال ان انا مش هتصور مع غير مع الكاس اللي انا جبته، الكاس اللي انا جبته بس. والدوري لما الدوري لما اخده هتصور معاه ان شاء الله. فالراجل الحمد لله عشان الصوره ما تطلعش وحشه يعني، فالراجل عايز يتصور عايز يطلع مع الدوري الدرجه يعني، هو ده الجهاز اللي كان شغال قبل كده، الجهاز السنه اللي فاتت مع كارتيرون. فطبعا دي حاجه كويسه يعني، راجل واقعي تحس انه واقعي، وده شغل راجل محترم برده عارف امكانياته يعني، هو ده ما شاء الله. وفي كلمه بروفيسور لو بتضايق حد يعني مش من فراغ، الراجل فعلا كان محاضر ومدرس واستاذ كبير في اوروبا، من افضل 50 مدرب في اوروبا وحاجات عامله كده يعني. فالراجل جاي يعني مش قليل. شفت دور انا بقول النمس امير مرتضى انا بقول عليه النمس، تحس انه يعني عارف انت ماشي كده يا رب يا رب يديمها عليه نعمه. والله صحيح، والله دي ميزه. شوف دوره ازاي يا هشام من خلال متابعتك لفريق كره قدم نادي الزمالك. هقول لك حاجه، احنا من زمان كجمهور يعني ما نعرفش مين مدير الكوره قوي، ولو عارفينه مش عارفين بيعمل ايه. اهو راجل من جمنا اللي بنحبهم قاعد معاهم مدير الكوره، ونفاجئ ان امير مرتضى بقى عنده شعبيه بين الشباب بين المشجعين. صحيح. اصل امير عمل، اصل امير سوى، انت متخيل ان محطوط صورته على الاتوبيس، فالناس صح امير يستحق، انت اللي بتتعامل مع امير ان هو من نجوم الفرقه يعني. صحيح. مدير الكوره قبل كده عندنا بقول لك نجمه من نجوم الفريق، راجل قاعد عارفين عمل عقوبه انما انت حاسس ان امير ده برضو جزء من الروح اللي موجوده في الفريق، اللي هو لا احنا راجعين بعد بقى ايقاف غير مستحق او الازاحه اللي انا بسميها ازاحه يعني، احنا راجعين نحقق حاجه. فالراجل بصراحه لا، هو بدايه من التفكير في فيريرا للاصرار على ان احنا نبقى يعني الاحتفالات حتى اللي بيعملها امير، الافكار بتاعه الاتوبيس، الصور، الكلام ده، الكلام ده كلام عالمي محترم بيتعمل في اي نادي في انديه العالم يعني. صحيح. فدي حاجه حلوه يعني، احنا كنا رغم ان بيجي دايما نكسب الدوري ما اعرفش بينزلونا، تلاقي كل الصحفيين بيجروا في الملعب بيبوظوا لنا ليه التنظيم ما اعرفش، بس ان شاء الله ربنا يهديهم السنه الجايه ان شاء الله لما نكسب الدوري يبقى التنظيم الطف شويه ان شاء الله. طب على ذكر ابطال العالم، معانا ميسي ومعانا مبابي ومعانا ما شاء الله نيمار بيمضوا على تيشيرت الزمالك من جماهير الزمالك، دي حاجه فعلا. هو اكيد بتبقى احتفاليه من اللعيبه دي الكبار. لا طبعا لا يعني هو ما ادالوش تيشيرت مثلا باريس سان جيرمان، لا ما هو اصل دي حضرتك اداله شفرين للزمالك عشان يمضي عليه. هو الراجل انا يعني تصوري يعني شرحي للموضوع، ولد زملكاوي جميل قوي. بص زملكاوي جميل، هو ولد زملكاوي جميل اكيد عايش في فرنسا، فجاب فرنيت الزمالك بيحب الزمالك اكيد مضاه على تيشرت يعني باريس سان جيرمان وبتاع، وقام قال له وبالمره بقى ده النادي بتاعنا اللي في مصر. صحيح. فالراجل اكيد طبعا ممكن ما يكونش عارف الزمالك، ما يكونش عارف الاهلي، ما يكونش عارف مصر خالص. بس الراجل بيمضي لان هو دي يعني دي مرحله توقيع للمشجعين. ايوه ما انا فاهم، دام دفعت خلي بالك انه دفع ودخل. بالظبط، برافو عليك. بيبقى قاعد على الترابيزه كده وبياخد بيدفع بالظبط فلوس يخش يسلم على النجم يمضي له على التيشيرت ويمشي. مش عايزين نكبر فكره ان احنا الناس ان ميسي مثلا كان يتمنى اللعب للاهلي ونيمار يعشق الزمالك وحاجات غريبه، دي مش موجوده، ما يعرفوش حاجه خالص، هم ما يعرفوش حاجه خالص عننا عشان بس نبقى عارفين احنا فين يعني. هم ما يعرفوش حاجه عننا، احنا مره حاجه ان رونالدو هيجي يلعب هنا. وماله طبعا هيجي يلعب في مصر بقى. لا ويلعب في استرن بقى ويطلع بيهم يعني. طيب انا عايز اكلمك على السوشيال ميديا والزميل طبعا والفنان الكبير سليمان عيد اثار نقطه مهمه جدا، الاحتقان الموجود على السوشيال ميديا صعب قوي، انت شايفه ازاي من وجهه نظرك؟ نطلع لفاصل ونرجع نسمع اجابه فزاع السينما المصريه فناننا الكبير هشام اسماعيل عن هذا السؤال. ورجعنا مع حضراتكم مره تانية مع فناننا الجميل الاستاذ هشام اسماعيل. استاذ هشام، سالتك قبل الفاصل عن الاحتقان اللي موجود على السوشيال ميديا ويمكن اثاره طبعا فناننا الجميل سليمان عيد، رايك انت في ايه؟
انا بصراحه يعني بصراحه مش عايز اقلب الحلقه جد، بس مش عاجبني خالص. يعني مش عاجبني الموضوع ده خالص خالص. مش كل حاجه نضحك يعني، فلازم حته كده حته كده. يعني مش عايز يبقى الحلقه غم، يعني فيها جزء غم، ولكن الفكره انت عملتها في الطبيعه، عملت 13 مسلسل وفيلم كوميدي، وبعدين رحت ناقل على بنت اسمها زاد. صح، انت فاهم يعني شخصيه مختلفه هكلمك فيها. أنا ممكن بس من دقيقه لدقيقه اقلب مع حضرتك برضو من ضحك الغم عادي يعني. دي شغلتي. طبعا. فالفكره انه لا، انا اتضايقت جدا ان استاذ سليمان مصدوم في الحكايه دي. واضح ان هو ما كانش مدرك او بيتابع ان اي حد بيعلن عن هويته الكرويه اللي هي حاجه عاديه جدا وانتماء طبيعي وبالعكس حاجه لطيفه وتناغشه وتاخد وتدي، واضح ان هو اتصدم انه بيقولوا له كلام قاسي جدا. في كمان كلام عنصري بيتكتب، يعني كلام قاسي جدا لا يليق انه يتقال اصلا من لسان الناس. يعني سواء من الطرفين، ولكن بيميل إليه كثيرا، يعني بالذات الكلمة اللي ذكرها أستاذ سليمان. يعني أنت لما بتقول حتى الزملكاوية يعني ما بيقولوا بقالين والتاني يقولوا بوابين، إيه الإهانة في المهن دي؟ يعني أنا عايز أعرف إيه الإهانة في المهن دي؟ صحيح. يا محاسبين، يعني يا دكاترة، ما هم بيشتغل مهنة محترمة، إلا لو أنت عنصري. لو أنت شايف أنك مثلا بتشتغل محامي فأنت من حقك تسخر من البواب وعامل النظافة ويلي ويلي، وده يبقى مرض نفسي عايز علاج يعني. والإفيه بقى الكوميدي في الموضوع ان في بعض الناس، ان في بعض الناس بيشتغلوا اساسا مهنه البواب او حارس العمار، وتلاقيه بيقول على الزملكاويه في الفيسبوك هو نفسه يا بوابين. طب ما حضرتك مش شغال بواب اصلا، يعني ازاي؟ انا حارس عقار اساسا بقت يعني انت دي مهنه انت تفتخر بيها، ده شرف، انت بتكافح بشرف وبتاخد فلوس بشرف، وفي الاخر اولادك بيتعلموا احسن تعليم وساعات بيطلعوا احسن من ناس ساكنين في العماره. ده الفيلم بتاع البيه بواب ده، ده البيه بواب، البيه بواب يعني طبعا، يعني احمد زكي بنفسه بجلاله موهبته عمل لك فيلم البيه. فهنا الاهانه ما فيهاش اهانه خالص، انت كانك بتهين اي مهنه، فالكلام ده بقى لازم ينتهي للابد. اما الشتايم الاقذع او الاكثر يعني قسوه، يعني دي مكانها بقى النيابه، يعني في مباحث الانترنت ناس تقبض عليها وتتظبط. صحيح. لان في ساعات بيبعتوا شتايم بشعه وبيكتبوا كومنتات بشعه، فاحنا مش عايشين في غابه يا جماعه. لو مش قادر، ده اللي بقولها دايما، جمله بقولها دايما على اي بوست، لو مش بتعرف تحفل بخفه دم وذكاء ولطافه مش شرط ان انت تشتم. ما بتعرفش تحفل ما تشتمش، الشتيمه مش تحفيل ولا خفه دم. صحيح. دي قسوه وقله ادب ولازم يعاقب عليها القانون او يعاقب عليها المجتمع. انا لما الاقي راجل دكتور محترم صديقي او بروح له عياده مثلا مثلا ليه كاتب شتيمه مثلا على كومنت في حته، هل انا اامن نفسي عليه ازاي؟ يعني اروح ازاي اكشف عنده لما الاقي الراجل ده كان شاتم واحد مختلف معاه سواء زملكاوي او اهلاوي او العكس؟ فاهم؟ يقول له انتوا اصلا يا حراميه اللي مش عارف بالايه، يا اللي مش عارف انتوا ازاي. أأمن عليه نفسي ازاي ان انا اروح اكشف عنده، ولا اروح لمهندس يبنيل يشطب لي شقه، ولا اروح لمحامي يرفع لي قضيه، وانت اساسا في خلل نفسي بسبب الكوره. صحيح. لازم الموضوع يبقى متزن، ولازم الرد يبقى على قد، يعني الفعل على قد رد الفعل. يعني حتى لو دخل حد كتب مثلا ايه الاهلي لا يستحق الدوري، خش قول له مثلا احنا اتظلمنا في كذا 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 من وجهه نظرك، الزمالك الاحق بالدوري، مره من نفسكم، هل هذه الجمله بتفيد في ايه؟ يعني شافت غليلك؟ لا، عملت لك خلل نفسي، في مشكله جماعة، ده الراجل ده بيدي دروس يعني. الله يسعدك. والله يعني انت كزملكاوي لما يجي واحد يقول لك مثلا زي ما قال كده مثلا، انتوا بتفرحوا على ايه؟ ده عادي، ايه مشكله حضرتك؟ بقول لك توتنهام بقى 60 سنه، انت ايه اللي مزعلك يعني مثلا؟ جمهور توتنهام لما يكسب الدوري السنه دي ولا السنه الجايه، ارسنال بقى له 18 سنه ما خدش، ما يكسب الدوري السنه دي، جماهير مانشستر يونايتد وليفربول يقولوا له ايه بقى لكم 18 سنه ما خدتهوش، جماهير ارسنال تزعل بقى، بتحزن، ما تقعدش تكسب الدوري، ترمي الدوري من الشباك. هل ده طبيعي يا جماعه؟ ده كلام طفولي جدا، احنا ناضجين بقى وناس كبار. حرفنتك تحفل وتستظرف وتقول حاجات لذيذه بينك وبين صحابك على قدر الحدث، على قدر الحدث، ما تكبرش وتضخم الموضوع، لانه فعلا في ناس بقت تقطع بعضها. ده حقيقي، في ناس بقت تقطع بعضها على ايه؟ على الهيافه. بينما احنا اسره في بيت واحد، بتلاقي ده اهلاوي وده زملكاوي، ده زملكاوي ده اهلاوي، واحد ملوش في الكوره، واحد مش عاجبه اصلا مستوى الكوره المصريه كلها، فاحنا اسره واحده في البيت نفسنا مختلفين. ازاي تقبل على نفسك ان انت بتخش تكتب لواحد زملكاوي تاني جمله كذا واخوك قاعد في البيت زملكاوي، او مامتك ووالدتك زملكاويه، او باباك اهلاوي وانت بتخش تشتم في الاهلي؟ هل ده كلام منطقي؟ لا طبعا. حوش جوه نفسك الغل والبتاع وقول يا رب، يعني حوله لدعاء. هتعرف تستظرف وتقول حاجات دمها خفيف وتحفيل لطيف، اهلا وسهلا. كلام يعاقب عليه القانون او كلام عنصري زي اهانه مثلا لاعب او اهانه شرفه او اهانه لونه او الكلام ده كلام فارغ. دي امم متخلفه اللي بتعمل كده. يعني امم لا دين ولا اخلاق ولا ثقافه ولا اللي تقول الكلام ده. انما انت عايز تحب بقى فريقك وتعشقه، زي ما كنا بنتكلم انا استاذ خالد جلال مناغشه بتاعت مثقفين. يا ابني اللي حصل في الزمالك ده اللي جرى لكم النهارده وبتاع، اقول له يا ريس ما انتم امبارح انتوا الجون مش عارف جه عامل ازاي، وخلاص والحقيقه خلصت في 5 دقائق.
كنا زمان كده على القهوه 5 دقايق و10 دقايق والسلام عليكم. لا، واحنا لما كنا بنخسر دوري كنا بنقول احنا وحشين، كان بيتقال كده. اه، لما بتيجي انت تكسب دوري ما بيقولكش حتى انت. انا ثلاث ارباع الاهلاويه. مش انا وحش، ثلاث ارباع الاهلاويه. انت وحش فعلا. ايوه، ثلاث ارباع الاهلاويه اصحابي المتزنين. يعني اصحابي، والاهلي ما يستحقش. الجمله الاولى بيقولوها الزمالك احق. ده المتزن، ده الطبيعي. الطبيعي الزمالك هايل السنه دي، الاهلاويه كتير جدا صحابي. الزمالك خالد جلال قال الكلام. ايوه، الزمالك هايل السنه دي، الاهلي ما يستحقش، الاهلي مش حلو، الاهلي كان عنده مشاكل في فنيا واداريا. هو خلاص، ده طبيعي. ده في اخبار ان سواريش مشي. هو طبيعي الوقت جدا. ده في اخبار دلوقتي ان هم اقالوا يعني سواريش. لو احتفظوا بيه يبقى موضوع غريب بصراحه. هو من الاول اصلا مشيان موسيماني موضوع غريب، بس الحمد لله جت من عند ربنا يعني. الحمد لله. من الاول ايه؟ من اول ما مشي موسيماني، وهي حاجه غريبه. عشان ما بيلعبش كره حلوه، فالحمد لله يعني كويس، الحمد لله. هو خساره لينا ان سواريش ده يمشي بصراحه. لا يا ده كده كلام. لا، هو كانت الميزه ان سواريش كان ممكن يبقى مدرب موفق، بس هو جيت حط في ظروف صعبه برضه. فجاه الغي اللعيبه الكبار، فجاه الراجل جاي والفرقه بكرفها بينزل. ممكن يكون مدرب كويس ومش عارف يشتغل مع الوضع ده. لكن الميزه الوحيده ان موسيماني مشي، يعني لان موسيماني فعلا كان مدربا يعني موفقا، وجزء من النجاح في التدريب ولاعيبه الكوره حتى. صحيح. بتكون موفق، بتختار لعيب يتغير ينزل مش عارف ايه، حتى لو غلطت في التغيير ما بت. هو المدرب بيبقى ذكي طبعا، مع ذكائه بيبقى فيه نسبه توفيق. زي ما انت قلت على فريرة، هو بيغير طريقه لعبه. موفق، هو موفق، بس هو برضو عنده حاجه يعني. طبعا، ما هو يعني ربنا بيخدم العناصر. العناصر اللي موجوده معاه ممكن تكون مثلا صح، مش احسن حاجه. ساعات كان بيعمل تغييرات، لكن هو عمل ساعات بيعمل تغييرات غلط، ساعات التغييرات غلط، بس ربنا بيسترها معاه. برافو عليك. ليه؟ لان هو راجل نيته يكسب، وكان شايف شكل معين. مره ما اعرفش خرج مره الجزيري تقريبا. وكنا زعلانين في الاهلي ماتش الكاس، الاهلي واحنا مركبين الماتش والجزيري لسه مضيع جون. هي بتحصل. الجزيري واوباما. موسيماني كان بيغلط نفس الغلطات، ساعات يغير تغيير يبوظ الماتش. جوزيه برضو كان فاكر التغيير الجهنمي بتاع بركات واسلام الشاطر، لما كانوا فاهمين يبدا باسلام يطلع ويرجع بركات بكرة. بتبقى في رؤيه صح كده، يبقى في رؤيه عنده بتوفق او ما توفقش. لكن اجمالا المدرب شاطر ولا لا، انا بتكلم عن موسيماني مش بتاع الاهلي كمان. بتكلم عن موسيماني بتاع سان داونز، من اول سان داونز اللي لعبنا معاه 2016، اللي غلب الاهلي في 2019، اللي كسب مع الاهلي افريقيا والعالم الانديه والبرونزيه مش عارف. ده مدرب موفق وعارف هو بيعمل ايه. يغلط غلطات بسيطه في الماتش ده موضوع. فالحمد لله انه مشي، اتمنى ما يرجعش تاني، انه موفق جدا بصراحه. طب انا عايز بقى تعليق من فزاع على لقطتين كده، فاهمني؟ بس بلغه فزاع. هتشوف حاجات يا كابتن والله. لا، ربنا يكرمك. حاجه يا رب موجود معانا ويشيل كاس افريقيا والدوري، وربنا يحفظه يا رب. طيب، احنا بقى يعني قربنا على فقره مهمه جدا، وهي صوره وتعليق. فعلا؟ انا افتكرت هنروح بالمالديف المظبطه. الجو المنعش وجميل. انا في غايه السعاده. انا في غايه السعاده. طيب يلا يا شباب. بس احنا برضه هنشيل الدرع ده، الدرع ده حلو قوي. حبيب قلبي احمد فتحي زملكاوي خطير برضه. جدا 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 وجميل. بس مهذب برضه يا عيني قوي، وايه ما يحبش يضايق الطرفين وكده يعني. جميل احمد، ذوق قوي وكوميديان كبير. من الممثلين اللي فعلا برضه الكفاح والحاجات بالعرق. برضه الاستاذ خالد يعني، خالد جلال فعلا. تمام. عملنا من غير مقص زمان 2000. عمل معانا حلقه هنا قبل كده. شيكو طبعا. لا شيكو. خطير زملكاوي خطير برضه. زملكاوي ومبدع كبير يعني، محبوب جدا شيكو، وانا بحبه جدا. اللي بعده بيروحوا الماتشات كتير هو وهشام. والله انا شفت لك صوره في ماتش. انا بروح تذكرت. انا كان في ماتش في اسكندريه. انا رحت الفرق واقف فوق. دخلوني بالواسطه المقصوره، اول مره اخش مقصوره يا كابتن والله. ازاي؟ انا دايما بخش بالتيكت بتذكرتي وانزل احجز على الاونلاين وبتاع، واحب اعيش عيشه الشعب. ما عرفتش بقى تحجز الشعب الجميل. حجزت وكنت داخل، بس قفلوا اتدلعت شويه في اسكندريه، فرحان بقى باسكندريه. وقعدت اتمشى كتير وبتاع، وصلت الاستاد بتاع 6 الا ربع. والماتش اصلا 6:30، قفلوا الشوارع. فجه واحد كده ظابط مشكورا قال لي يا فنان رايح فين؟ قلت له معايا تيكت. قال لي ده قفلنا الثالثه خلاص، تعالى خش اقعد في اولى. كتر خيرك. انت بتعرف تقعد في الثالثه؟ في الثالثه عادي مع الناس اللي رايح معاهم. قال لي تعالى اقعد. جه بقى صديقي شغال في فاركو. قال لي تقلي معادك في اولى. فربنا بقى عارف جاي من سفر بقى. سبحان الله. قال لي تعالى تقعد في المقصوره. قلت له قهوه قوي جدا عشان الهوا وكده. في اول مره فظهرت بقى قدام الناس. لكن في العادي بقعد ثالثه ورا الجول. والله حضرت 11 ماتش السنه دي. ما شاء الله. الحمد لله. ما شاء الله. جمهور ثالثه يمين يا عم. لا حاجه جامده جدا. رندا البحيري طبعا سكر. دي جميله. دي زملكاويه مقاتله. مقاتله. وفنانه رائعه. عامله حاله على الفيس. عامله جو جامد برضه. جو جامد جدا. تحياتنا ليكي طبعا. كله. حبيب قلبي ده عشره العمر. اهلاوي خطير.
والله يقعد بقى ينكفني ويستفزني من تحت لتحت. بس اليومين دول بقى هو هتلاقيه هادي. هو هتلاقيه هادي بقى، مفيش هو بقى. لذيذ، هو بيفوت يعني، هو طبيعته بيفوت. صحيح. اللي بعده استاذنا طبعا استاذ صلاح عبد الله العظيم، جميل، احلى زملكاوي في الدنيا ما اقدرش اتكلم. واستاذنا في الفن وفي وفي الثقافه والفكر وكل خبره. ده لا استاذ، ده الخبره خطير بقى. ويقول وساعات اكتب له كومنت يقعد يضحك، وبعدين يوم بعت لي رساله لوحدينا كده واتساب بيقول لي واد يا هشام خف شويه، هو نفسه ان انا اخف. صعبانه عليه يعني. هو ذوق بصراحه في التحفيل جميل بتاعه. جميل قوي. تحياتنا ليك يا عم صلاح، والله زملكاوي جميل. لا استاذ الكل ده بقى، كينج ده بقى طبعا، عظمه. استاذ هاني شاكر يعني لان 40 سنه بنسمع في اغاني، مش عايزين نكبره، بنسمع في اغاني الحلوه. صحيح. واكبر زملكاوي طول الوقت بيقول انا زملكاوي، ياما غنى للزمالك في الحفلات، ويعني ده قامه كبيره جدا في عالم الفن. جميلة. نفتخر بيه يعني. غنى في فرحي وفي حفله اعتزالي. يا سلام والله. طب طبعا ده يعني ده يعني الزمالك ده في قلبه. والله ربنا يديله الصحه. حاجه الواحد كان يعني، وما زلت طبعا وانا بلعب وانا بطلت بفتخر ان هاني شاكر زملكاوي. طبعا ده هو بصراحه قامه كبيره، فنان عظيم جدا، امير الغناء العربي طبعا. امال. الونش بقى هايل بقى ما شاء الله عليه. اللعيبه بقى الونش هايل، الونش هايل. يعني بسم الله ما شاء الله. بصراحه كمان اشتغل على حته التهديف دي بقى له فتره، فدي مهمه. صح. جدا جدا. دايما كنت اقول له بص انت لو ظبطت النشنكه بتاع دماغك صح، هيتزر ده هتجيب جوان كتير، لان هو اعلى واحد في مصر. جامب ما شاء الله. جامب ما شاء الله حاجه. انا اصلا مرنت الونش في الجيش. فعارفه كويس قوي. فالولد ده من اللعيبه اللي عندها جامب غير طبيعي. صح يا كابتن. ظبط النشنكه بتاع دماغك. احب النموذج اللي يتطور كل شويه، يضيف مهاره لموهبته ما شاء الله يعني. ربنا يحميه. هو بيتكلم شرقاوي بقى، ربنا يحميه. كسخريه يعني؟ لا لا، بلغه بلده. بلغه بلده اصلا. حاجه بقى ايه، زي فزاع كده. او تقعد تموت من الضحك. من ما احنا عندنا دايما في الانديه كلها كل المحافظات. لذيذ الونش، لذيذ. اللي بعده استاذ امير بقى الخطير، امير النمس. الخطير النمس. امير الخطير النمس. لا ما شاء الله بجد، رجع بقوه وموفق، والحمد لله ان هم رجعوا بالسلامه يعني. صحيح. اللي بعده ده حبيبنا، حبيب الملايين، حبيب الملايين ده احمد مكي طبعا، سر بدايتنا الاحترافيه انا وسلام. وطير انت هو اول فيلم لينا واول ظهور احترافي على الشاشه يعني، وهو جه قهوه ساده واستاذ احمد الجندي واختاروني انا محمد سلام من المسرحيه. وغير بقى كده هو فنان وانسان. لا وفن وراقي قوي. هو يعني بيحط أنا الرساله. بتفرج انا في رمضان اتفرجت على كل الكبيره دي، كانت بتيجي بعد الفطار على طول تقريبا. فكل الحلقات اتفرجت عليها. لا هو بيحط رساله جوه العمل الكوميدي. بشياكه، وفي تمثيل جيد، وفي كتابه حلوه، في احترام لعقل المشاهد، فكلنا بنبقى مستمتعين. هتلاقي اي حد بيخش جوه التيم بتاعه بالزبط. كانه بيمثل بقاله سنين معاه. انت ما شاء الله السنه دي ما شاء الله عملت الكبير والاختيار واحلام سعيده. واحلام سعيده ما شاء الله الحمد يعني. لله الثلاثه كانوا عاملين شغل عالي قوي 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 قوي. الحمد لله عملت دور البلتاجي في الاختيار عالمي. انا ساعات كنت بتلخبط فيا والله العظيم. ساعات كنت بتفرج على حاجات وثائقيه للبلتاجي نفسه. فبقول انا ما صورتش المشهد ده فين في الاستاد ده، ما روحش الاستاد والله. فاكتشف ان هو الراجل نفسه. شوط تاني انا بتكلم احس ان جابوا الراجل يمثل. انا مش بتكلم عن نفسي والله. ده فعلا تعليقات الناس كلها كده، بس انا بتكلم عليك الحاجه حصلت لي كذا مره بتخض يعني. الحمد لله انا وفقت. انت عارف فيه. الاختيار ده من المسلسلات اللي وحدت الشعب المصري طبعا. وانا كنت بقعد انا بتفرج على الحلقه اقسم بالله 3 مرات طبعا. اصل وثائقيه حاجه حقيقيه. انا بقعد اتفرج على الحلقه 3 مرات فعلا. صح. يعني بتفرج عليها لايك في العرض الاول. العرض الاول ممكن ساعات بنعديها شويه لان بتبقى جايه تقريبا في العشاء والتراويح. بتفرج عليها قبل الفجر. وبعدين الصبح، وبعدين الساعه 3 تقريبا الظهر. هي ميزتها بتجيب لك حاجات حقيقيه جدا، وثائقيه، وللشخصيات نفسها، وحتى الدراما اللي بتتصنع معموله بشكل حلو قوي. حتى لو انت مش عارف حاجه عن مصر خالص استمتعت في الاختيار. انت استمتعت جدا جدا. استمتعت. انا بحب التشخيص في ظروف غريبه. يعني شخصيات حقيقيه. اعمال تاريخيه. انا بحب الجو ده. ادخل في مود زي الصعيدي. احب ادخل في مود غريب. انا ما بشوفوش في الشارع يعني. صح. هو ده التمثيل بالنسبه لي. صحيح. احمد بيكي برضو كان من ضمن الناس. ده كان عظمه. ده كان نجم الاختيار هو واستاذ كريم عبد العزيز. يعني كانوا نجوم الاختيار الثاني. كان رائع. لا كان رائع فعلا. استمتعنا بيكي والله. موهبة مصرية عربية أصيلة قليل لما تلاقيها يعني كل فترات طويلة تظهر. على فكرة هنا وتأليف وإخراج. سيادة الرئيس بنفسه علق على مسلسل في أحد المؤتمرات. طبعا. وقال إن إحنا قدمنا شفت أنا الحفلة الصبح بتاعت العيد. حفلة بالصبح. برافو عليك في العيد. فعلا المسلسل أهم من 1000 كتاب. برافو عليك. لو عملت حاجة حلوة زي ما هو قال الرئيس.
اهم من 1000 كتاب. اصلا لسه هقرا واشوف وثائق وفيديوهات. برافو عليك. المسلسل بيجسد لك كل ده، بيجمع لك كل ده. حاجة. في جزء رابع؟ في جزء اعتقد هم توقفوا خلاص عند الجزء الثالث، هيمشوا في حته بقى. في جزء رابع؟ لا هو خلاص خلصت الحكايه. خلصت الحكايه، اتعملت مظبوط بقى بالتدريج لحد الحمد ما خلص. لله. الحمد لله. ماشي اللي بعده. بن شرقي طبعا زعلنا منه وهو ماشي شويه. زعلنا عليه، زعلنا عليه ومنه انه كان يعني بتمد رجلك شويه. قلت له انا الكلام ده، مد رجلك شويه. شفت المناشده بتاعتي؟ لا. قلت له يا بن قلبي، يا بن قلبي ليه يا ابني؟ يا ابني احنا بنحبك. يعني كان ممكن حتى يمدوا له عقد شهر شهرين برضو، والناس بتوع الامارات يستنوه. بس هو مشي بشياكه برضو، يعني ما خليش بينا. صحيح. ما خلعش بدري، ما تدلعش، ما عملش. ومجلس الاداره احترم رغبته الحقيقه. صح. وكان من كله الموضوع شيك يعني. وخرج رغم. الحمد لله في وقت احنا عاليين وفضلنا مكملين كانه ما فيش حاجه، رغم ان المركز فضي، لان جدي فريره ربنا يديله الصحه وظف كل البشر في المركز بتاعه. بالظبط. احنا لقينا، لكن الحمد لله ربنا الحمد لله رب العالمين، وربنا يوفقه في اللي جاي ويرجع لنا تاني بقى. ان شاء الله يجي، ان شاء الله اللي بعده. وصدقني هيجي ان شاء الله. هتشوف. هو بيحب جمهور الزمالك قوي. لا البروفيسور ده بقى الباشا. الباشا بتاعنا يعني، بص الهيبه يعني. الراجل شايف. هو البادي لانجوج بتاعه جدي قوي. هو شايف اللي احنا مش شايفينه. هو شايف حاجات احنا مش شايفينها. أيوه. بس خلاص. هو ده الراجل ده. في حاجات الواحد بيبقى قاعد يا عمي. أيوه. تفاهم كده وبعدين بتلاقي. انا كنت عامل كده والله يا فندم، حاجه بسيطه بحكيها. كنت بشتغل في البنك، وفي وسط البنك بقول انا هبقى ممثل محترف، فالناس تضحك يعني. انت راجل موظف في بنك، روح شوف شغلك وبدلتك وكرافتتك. صممت على حاجه مصمم على حاجه، شايف حاجه انا جوايا هعملها. هو طبعا مع الفارق في المثل، لكن هو شايف حاجه عايز يعملها. صحيح. وبيحب الزمالك، فده فرقه جدا. اللي بعده. ده سوبر زيزو ما شاء الله، لا قوه الا بالله. يعني انا بقول له بس يستنى سنه معانا ما يمشيش. لا هو على فكره كان في حديث بينه وبين مستشار مرتضى، هو بيسلم ال قال له هتقعد. ايوه. الناس ترجموا لغه الشفايف. ده حقيقي. احنا برضو احنا اساتذه. لا ده احنا ما ترجموا لغه الشفايف. قال له اقعد. قال له حاضر يا فندم. هتقعد؟ تقعد. قال له هقعدك. عارف انت النظام ده يعني. هو الفكره انه تقريبا يعني هو نفسه ياخد فرصه في الاحتراف، لان هو الولد اصلا جاي بعقليه احترافيه. الولد من 17 سنه في بلجيكا وحاجات كده، فجاي لنا اصلا من اوروبا، جاينا من اوروبا اصلا. فالولد نفسه يحس انه يعني لسه بدري ولسه 26 سنه ياخد فكره الاحتراف. يحضرني موقف هشام عزيزه بالذات. كنت ماسك، كنت هلعب ماتش ديكاداها، وهو بتاع السبعه. بتاع السبعه. راح يتجوز. اوكي. اتجوز يوم مثلا الحد، لقيته ثلاث في الملعب. اوكي يا كابتن يا ابني. قال لي كابتن ما تقلقش، انا تمام، انا بتمرن. اوروبي ده؟ اوروبي. هو عقليه محترف على كده، اوروبيه. ولد من صغره بره في اوروبا. قلت له بص يا زيزو، ما هو انت غبت يومين، فاليومين دول في ناس لعبت ركبت الحته دي، هاخدك معايا في الماتش. اوكي بس لو احتاجتك هنزل، ما احتاجتكش خلاص. ما انا ما اعرفش دي قضاه دي شكلها ايه. لقينا عمالين تك تك تك. قلت له اقعد بقى رايح حديث. والله والله يا كابتن كلنا بنحب حضرتك والله، عشان الحاجات اللطيفه دي. حبيب. والله العظيم. اللي بعده ده كينج طبعا، ده استاذ محمد منير العظيم. يعني ما فيش كلام يتقال على مين. عشان اتكلم على الاساتذه الكبار دول. الاساتذه الكبار طبعا زملكاوي جميل. صح. وبنفتخر بيه طبعا. وعشنا على اغانيه وعشنا على فنه ومزيكته. مختلف. هي غيرت حياتنا كتير. مختلف يعني مزيكه محمد منير والجيل اللي ظهر في اخر السبعينات ده، يعني لا خلق مجتمع جديد وشكل جديد. وهو بصراحه متفرد طول عمره، ده استاذ الاجيال يعني، معانا من جيلنا احنا يعني. تمام. اللي بعده استاذ هنيدي، بموت فيه، فظيع. الله يكرمك. جايبين كل الزملكاويه يا جماعه ولا ايه؟ ما هو البلد كلها زملكاويه الظاهر اليومين دول. طلعوا بقى زملكنا الفن. زملكنا الفن. في اهلاويه محترمين. ده انت لو جبت اساتذه القدام كمان، في اساتذه كبار فوق الوصف. طبعا. يعني زمالك واهلي يا كابتن. زمالك واهلي. هنيدي شعبيه طاغيه لا تتوقف مع الكبير والصغير. لا ربنا يديله الصحه يا رب. يا رب. جميل هنيدي. واشتغلت معاه فيلم يوم ملوش لازمه برضو، بحبه قوي والله. طلع الظابط اللي هو اخو مراته. وكنا عاملين دويتو فظيع. انا اغلس عليه وهو يقول لي ماشي معايا اليوم. هو مش طايقني. وانا عماله لسه بقول لك شيكابالا هو القائد الحقيقي دلوقتي للفريق، ويا رب يا رب يلعب سنتين ثلاثه كمان، واحنا عايزين اللمسه الحلوه اللي بينزل يعملها دي. الله ينور عليك. والقياده الجميله والروح اللي عامله. الروح اللي عاملها. وهيبقى مدير كوره كبير قوي. انا بقول لك تمام، هيبقى مدير كوره كبير كمان يعني ان شاء بس الله. بس بعد ما امير يعني. لا ده بعد عمر طويل ده. ما اعتزل كمان. ولما ولما ولما. تمام. حتى لو مش في الزمالك، لو في منتخب مصر عنده طاقه، بيحب الكوره وبيحب اللعيبه اللي قدامه. هو محبوب. والحب وطيب ربنا. وطيب ان شاء الله. بتاع ربنا ان شاء الله. ربنا يوفقه. ربنا يكرمه يا رب. لسه بنقول عليه الكهرباء تظبط بس.
عايزين نشد فشتين. جنان لذيذ، جنان لذيذ. حميد هو لذيذ قوي وموهوب جامد جدا، بس هيكسر لنا كام واحد من الكباتن الكبار حرام يعني. خليه يطلع الطاقه دي في الملعب ان شاء الله. لعيب كويس طبعا، لعيب مميز. سكر. اللي بعده استاذ مرتضى طبعا الكينج. طبعا. لا ما انا بقول لحضرتك يعني هو بصراحه الاداره يعني طول ما هو كان مش موجود الناس كلها تتخبط يعني، حتى وجوده في النادي انا كنادي اجتماعي لا بحس بفرق طبعا مهول اذا كان هو موجود فوق ولا مش موجود فوق، هو ماسك الاداره مش ماسك الاداره بتفرق جدا. هو فوق الدنيا تحت كل حاجه مظبوطه، العمال بالنادي بنظام النادي. لا يعني هو مدير قوي جدا وشرس في الدفاع عن حق الزمالك، ودي كنا حاجه بنفتقدها في سنين طويله بالظبط يعني، مش بالكلام بالفعل يعني. صح. بس انا عايز اشوف على ارض الواقع حاجه الراجل بيجيب لنا حقنا بس. صح وهكذا. تمام. اكيد طبعا كل التحيه للمستشار مرتضى وكل الناس اللي في نادي الزمالك. الحقيقه كلنا بنفخر دائما بابدا ان احنا زملكاويه. اخيرا بقى رايك في مباراه الهلال والزمالك، هتكون موجود هناك ولا؟ والله نفسي بتمنى ان شاء الله. انا للاسف كنت داخل مسلسل ان شاء الله قريب 1 سبتمبر او 2 سبتمبر اسمه ايجار قديم مع استاذ سيد رجب وزملكاوي بالمناسبه. لو ما حدش يزعل يعني، حدش يزعل يعني هو قال في برنامج عادي. لا عادي، لا زملكاوي انا عارفينه زملكاوي والمنتج زملكاوي يعني حاجه عاديه مصريين اكيد بيشجعوا الفن برضه يا بيشجعوا زمالك يا اهلي الفن الزملكا يعني حاجه عاديه جدا. فالفكره انه احتمال اكون بصور، بس لو ربنا اراد والتصوير اتاجل شويه ان شاء الله لا نفسي اروح باذن الله يعني. ماتش حلو كمان على مستوى الكوره، الجمهور، التنظيم، نشوف بقى شوف الدنيا بقى بالجمهور مليان يعني. ده في 60,000 تذكره اتباعت لغايه دلوقتي ما شاء الله. الاستاد ساعه 80، في 60,000 اتباعت. السعوديين برضو بيعدوا الشارع بيبقوا هناك، هتلاقي جمهور هلال كتير جدا حاجز، غير الزملكاويه اللي في الخليج كلهم اكيد حاجزين طبعا. ما شاء الله دول عددهم مش اقل من 500,000 واحد فتمام يعني. بالظبط. ربنا يوفق ان شاء الله يا رب يكرمنا وينصرنا، وماتش صعب وان شاء الله حتى لو لا قدر الله يعني ما كسبناهوش يكفي الاحتفاليه والمود والبتاع، ولكن ان شاء الله باذن الله انا واثق ان باذن الله الفرقه هتكسب باذن الله ان شاء الله باذن الله. فنان الجميل هشام اسماعيل شرفتني ونورتني، وكنت سعيد جدا جدا بوجودك معايا، واتمنى لك التوفيق دائما وابدا ان شاء الله باذن الله. يا رب يا كابتن طارق، متشكر لحضرتك جدا واتشرف دايما بوجودي معاك. الشرف ليا يا حبيبي وزملكاوي جميل. بشكرك شكرا جزيلا على حضورك الفنان الجميل هشام اسماعيل. بشكركم اعزائي المشاهدين، ان شاء الله غدا حلقه جديده من زملكاوي. بشكركم شكرا جزيلا، خالص تحياتي طارق يحيى وتحيات فريق العمل بالكامل. لما اتولدنا ما اخترناش اسامينا، لكن اخترنا الزمالك نادينا. عاش الزمالك وعاش حبه في قلوبنا.